مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في المشهد الذي يتواصل لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية اللي تقدم بها مجلس النواب ممثل الشعب المصري. نتواصل معكم أنا وزميلي العزيز نشأت الديهي. مساء الخير يا نشأت. مساء الخير، النهارده احسن من امبارح مش كده؟ اعتقد احسن واضح من امبارح، لانك انت لا التصويت احسن من امبارح وانت احسن وانا احسن من امبارح ان شاء الله. اتصور انه الوضع اللي احنا شفناه النهارده واحنا رايحين ندلي بصوتنا وفي الاستفتاء كان بيبعث على الطمانينه والثقه والتفاؤل. الناس مبسوطه بشكل غريب لم اكن اتخيله ولم تكن تتخيله. الناس رايحين مش يؤدي واجب ومزنوق ومضغوط عشان مصر محتاجة صوته، لا ده رايح مبسوط كمان، وكأنه رايح بيقول بيكافئ نفسه. أنا شايف كده وجهة نظري، وممكن ده يبقى عنوان: المصريون يكافئون أنفسهم على ما أنجزوه خلال الفترة الماضية بالتصويت بنعم، وأنا بقولها بشكل واضح، على تعديلات الدستور. يعني أنا بتفق معاك في مسألة مكافأة النفس، لأنه المصري يستحق كل خير ويستحق كل ما هو طيب، ويستحق أنه يشعر في بلده بالأمن والأمان. وزي ما قلنا امبارح نشأت وإحنا بنتكلم مع ضيوفنا أنه الدستور الماضي أو التعديلات الماضية على الدستور 2014 كان بها من الثغرات وكان بها من الهنات ما يجعل أن هناك ضرورة حتمية لمراجعة وافية ومراجعة شافية لكل ما هو مطلوب من الشعب وما هو مطلوب للشعب منه وله. خليني أقول لك عندي مقترح، وإحنا جه متأخر شوية، بس أنا من خلال جماع المناقشات بتاعتنا اللي إحنا عملناها على مدار في المشهد حتى في برامجنا والإعلام كله بيشتغل، التعديلات الدستورية أنا شايفها تصحيحات دستورية، تصويبات دستورية، لأنه كان في خلال الفترة الماضية أخطاء. يعني إحنا خلينا أقول إن إحنا بعض المواد لم تعد صالحة دلوقتي، لكن في بعض المواد معمولة أصلا خطأ في أفخاخ دستورية. إحنا اللي بيحصل النهاردة المصريين كلهم، الناس اللي إحنا بنشوفهم وشغالين ورايحين وطوابير والفلاحين هنا والصعايدة هناك وغيره، إحنا بنعمل عملية تصويبات دستورية، عملية إعادة تصحيح لشيء خطأ بالفعل. ده صحيح. وطبعا احنا يمكن امبارح مشاهدينا الكرام لما تابعتم المشهد كان معانا ضيوف تكلموا عن هذه النقطة تحديدا، تكلموا انه كان في ظروف معينة هي التي رافقت دستور 2014، وربما كان الكلام بشكل واضح وصريح انه كان هناك بعض القوى التي كانت تريد لنفسها تفضيلات معينة. صحيح. ومحاصصة معينة ويمكن أنت نشأت يعني استخدمت يعني هاجمت مسألة المحاصصة وليك الحق طبعا في ذلك. علشان كده آن الأوان وحان الوقت لعمل كما يقول زميلي العزيز نشأت تصحيحات دستورية، وأيضا لأنه أنا سعيد جدا يا عمرو بصراحة. يعني أنا اللي أنا شايفه في الشارع المصري هذا الحضور الكثيف، لانه المصريين بيطلعوا وقت الخطر. احنا ما فيش خطر حقيقي دلوقتي قدامي، لانه انا لسه قدامي المسيره، لكنه زي ما قلت بيكافئوا نفسهم. اثنين، وقت الفتنه في المهد، في فتنه موجوده في الدستور، وضعت فتن بقصد بالمناسبه في الدستور. النهارده بيتم، امبارح والنهارده وبكره بيتم وقت الفتنه في مهدها، واعتقد ان احنا ماشيين في هذا المسار. لكن عمرو انا عايز اقول لك الصحافه الدوليه النهارده، ودي لم ينتبه الكثير من الناس المتابعين لما قالته الصحافة اليومية الأمريكية والأوروبية على الاستفتاء في مصر. وبسألك، وانت طبعا لك باع طويل في الصحافة والإعلام الدولي، هو الناس دي عايزين الخير لمصر بجد؟ يعني خلينا نبقى واضحين، الناس دي عايزين الخير لمصر؟ طب هو مهتم قوي في واشنطن بوست، نيويورك تايمز، ذا جارديان والجارديان، هل مهتم قوي هو بما يجري في مصر ومستقبل مصر زي المصريين؟ طب هو قال ليه؟ طب هو ماشي على اطراف اصابعه ليه؟ وقراءتك لمنشطاتهم النهارده ايه؟ خليني اقول لك نشأت انه طبعا، واحنا حتى في برامجنا انت بالورقه والقلم وانا في راي عام، دائما ما نتعرض لهذه النقطه تحديدا، ودائما ما
نتوقف كثيرا ونضع علامات استفهام وعلامات تعجب عند تناول الشأن المصري في الصحافة صحيح. الأجنبية صحيح. في الصحافة الدولية. بدون شك لما احنا اتكلمنا من أسبوعين أو من ثلاثة عن التمويل القطري لبعض مراكز الأبحاث في أوروبا وفي أمريكا، عن التمويل القطري لبعض الإعلاميين في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، والمقالات المدفوعة الثمن، وبعض السيناتورز بشكل واضح، وبعض السيناتورز، وانت لسه جاي من أمريكا وشفت ولمست وسمعت صحيح. بودنك بدون شك، بدون شك معظم الصحافة الغربية لديها هوى تجاه الشأن المصري، ومعظم الصحافة الغربية المرتبطة بشكل أو بآخر ب النظام القطري وبالمال القطري وبالغاز القطري، من مصلحتها أن تقول لأصحاب المال ولأصحاب نحن هنا، نحن هنا وإحنا شغالين كويس. وطبعا مسألة اصطياد الأخطاء في المشهد المصري، ده هو التارجت، ده هو الهدف عند معظم، عشان ما نعممش، بس عند معظم وسائل الإعلام الغربية. خليني اقول لك النهارده مثلا صحيفه الواشنطن، صحيفه نيويورك تايمز بتقول في عنوان استفتاء مصر نسبه المشاركه محل شك. السؤال هي فين نسبه المشاركه اللي احنا اعلناها؟ لسه ما يعني انا يعني لو ده مثلا، لو ده مثلا منشور النهارده يعني يا دوب اول يوم خلص، احنا اول يوم يعني بقول لك، يعني حتى انا بقول للمشاهد عشان الناس تبقى فاهمه ايه، الواشنطن، نيويورك تايمز، صحيفة النخبة الأمريكية، صحيفة الطبقة اللي قاعدين في قصر عاجي في أمريكا، بيقول لك استفتاء مصر نسبة المشاركة محل شك. محل شك، لم تعلن النسبة، احنا قاعدين مش عارفين النسبة، احنا بنشوف الناس بكثافة لسه نشوف النسب، اللجنة العليا للهيئة الوطنية للانتخابات ما قالتش نسب، فبالتالي دي مش صحافة يا عمرو، دي مش الموضوعية والمهنية اللي بيتكلموا عليها. ربما هو عنوان لا يعكس الواقع بقدر ما يعكس التمنيات. يعكس التمنيات، يعكس التمنيات وسوء النوايا الموجودة. عموما أنا لما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك تايمز، وأنا وأنت رحنا نيويورك تايمز قبل كده لما كنا في 2017، هذه الصحيفة ما اقدرش اقول عليها عميله، وما اقدرش اقول عليها في بعض الصحفيين اللي بيشتغلوا في الجريده ممولين عن طريق مراكز بحوث بتصرف على قطر. خليني اقول يعني بشكل واضح، ده اصبحت حقيقه على فكره، والاعلام الامريكي بيتكلم عنها، وعادي الرئيس جدا. الامريكي بيقول كل يوم، بيقول لهم فيك نيوز، انتوا مرتزقه. فبالتالي يعني انا ليه بقول، يعني انا عمر اتفقنا ان احنا ننقل للمشاهد الصحافه الدوليه بتقول ايه؟ ليه؟ هقول لكم دلوقتي، لانه احنا في هذه اللحظه الموجودين فيها على سطح الحياه السياسيه في مصر، ليس لدينا ما نخفيه، ليس لدينا ما نخجل منه، ليس لدينا ما نجعل ان هناك عبارات توريه تعبر عنه، احنا بنتكلم بشكل مباشر للمواطن، انت على حق ودي فرصتك لتوجه صفعات لمين؟ لاعداء هذه الدوله، وده مش كلام انشا بالمناسبه، صحافه نقلت يا عمرو. اتفضل. قالت صحيفة الواشنطن بوست، قالت مقال، نشرت مقال لمين؟ بهيد بن حسن. الواشنطن بوست. الواشنطن بوست، يبقى عندي نيويورك تايمز بتقول انه النسبة محل شك، والواشنطن بوست نشرت مقال لبهيد بن حسن، لماذا نقاوم الانقلاب الدستوري؟ ده مقال مدفوع لأجل. مقال مدفوع لأجل، لماذا نقاوم الانقلاب الدستوري؟ مش كان اسمه انقلاب عسكري؟ وبعدين بقى انقلاب مش عارف ايه، وانقلاب النخبه، النهارده سموه انقلاب دستوري، مصطلح جديد. انا بسال، يا ريت والله الشباب لو جابوا لنا، كان عندي فيديو الصبح حد بعته لي، عصام العريان بيتكلم بيقول بالظبط كده في البرلمان، انا راجل مشرع بقالي 30 سنه وبقول الدساتير خلقت لكي يتم تغييرها، وبقول انه الدساتير ليست وثائق مقدسه، وان الدساتير لتلبي احتياجات الناس، انا مش بستشهد بمشهدنا من كلام هؤلاء، وانما بقول بهيد الدين حسن واحد مرتزق، بيدين حسن واحد، ما انا بقول واحد يقدم طلب للامم المتحده نكايه في بلده، هسميه ايه؟ انا انت بتقول لي انت دايما بتتطاول، نسميه انت، انا ما قلتش تتطاول، طب سميه ايه؟ بيدين حسن، عمري ما قلتك يا سيدي، اللي بيقدم بلاغ في بلده في الامم المتحده اسميه ايه؟ انت الرصين، سميهولي بالظبط. لا يعني طبعا يعني ما شهدناه في الفترة الأخيرة من تحركات لبعض الفنانين المعارضين وبعض الحقوقيين اللي هم عايشين برا، لا يمكن أن يمر ذلك مرور الكرام على الأقل من ناحية المواطن العادي، عندما صحيح. عندما يرى المواطن العادي ابن بلده وابن جلدته كما يقال، وهو يحاول أن يؤلب القوى الأخرى على بلده، فهو بالتأكيد مشكوك في وطنيته.
انا هذا الرجل يعني هو صرف عليا قضيه كبيره جدا وانت عارف، بس انا مش عايز اتكلم لانه انا مش نوع من المكايده ولا غيره طبعا. لكن فعلا زي ما انت قلت طبعا. انا هؤلاء كلمه السقوط هي المناسبه ليهم. شوف بقى ذا جاردن بتقول ايه. انت قيم، انت قيم، انا عشان بتقول لي انت بتتحتد انا قاعد هادي اهو، انا مريض. المصريون يصوتون في استفتاء بين قوسين مفاجئ على ابقاء السيسي في السلطه، رد انت. الكلام طبعا ده يعني بالتاكيد احنا اتكلمنا عنه امبارح وقلنا انه البعض يحاول ان يختزل الاستفتاء على التعديلات الدستوريه فيما يتعلق بالماده 140 اللي هي متعلقه بمدد الرئاسه. صحيح. وده بيعكس سوء نيه عند هؤلاء وبيعكس مشاعر حقيقيه، مشاعر كارهه للدوله المصريه، مشاعر لا تريد الخير لمصر، وبالتالي انه يختزل كل هذا، يختزل التمييز الايجابي خلينا نسميها للمراه، يختزل ما في نائب رئيس الغرفه الثانيه، الشباب، المسيحيين، ذوي الاحتياجات الخاصه، وهو ماسك في النقطه اللي هي بتاعه مدد الرئاسه، واحنا طبعا اتكلمنا عن هذه النقطه وهنتكلم عنها مع ضيوفنا. طب اقول لك حاجه، مش هم بيحاولوا يعني يختزل الدستور في هذه الماده؟ طب انا بقول للاخوان وإنا لكم لغائظون. هي معمولة عشان كده. هما المشكلة بتاعتهم أنت عارف إيه؟ مشكلة الإخوان أو الحلف بتاع قطر وتركيا والمخابرات البريطانية وهؤلاء هدفهم الوحيد من الآخر يعني خلينا نتكلم قدام الناس والناس فاهمين، إبعاد عبد الفتاح السيسي عن الحكم. ده صحيح. لأنه هو عطل المسيرة بتاعتهم وإحنا مش بنسوق كلام مش صحيح معروف. بالتأكيد يعني هو في ثأر بين هذه القوى وبين عبد الفتاح السيسي. يعني فبقاؤه هذا الرجل الذي جاء لكي يعطل، هذا الرجل الذي جاء ليعطل هذا المشروع ويقضي عليه في مهده، بالتأكيد يعني لك أن تتخيل مشاعر قادة الإخوان اللي موجودين في قطر واللي موجودين في تركيا، مشاعر الإعلاميين العاملين في قنوات بتمولها قطر سواء كانت في الدوحة سواء كانت في اسطنبول سواء كانت في لندن. في لندن وانت عارف في لندن. صحيح. كل دول يعني لك أن تتخيل مشاعرهم وهم يرون أن هذا الرجل عبد الفتاح السيسي اللي بيحاول أنه يمشي في عدة طرق متوازية وفي توقيت متزامن، أنه يبني مصر جديدة، أنه يحارب الإرهاب، أنه يرسي قواعد لدولة حديثة بالمعنى الكلمة، كل ذلك بيسير في وقت واحد وفي توقيت متزامن، وبالتالي يعني بيسدد ضربات عدة في نفس الوقت في نفس التوقيت. هو بيمثل لهم في تقديري جت دلوقتي في دماغي، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي جلطة في شريان الإخوان، فهم عايزين يفتتوا هذه الجلطة. قال لك يا عم بقى له سنتين ويخلص. أنا بحكي لك هو اللي حاصل دلوقتي، إن هم فرحانين بآخر معركة بالنسبة لهم، يعمل شوشرة ودوشة وغيره، معمول عشان عبد الفتاح السيسي يبقى، معمول يا سيدي. يا سيدي انا يا سيدي اختزال مخل واختزال وقح من هؤلاء، لكن احنا عايزين نفهم الناس انه الشعب المصري كله واعي اللي احنا بنقوله، واوعى مننا زي ما قالوا امبارح النواب اللي كانوا موجودين معانا والضيوف اللي كانوا موجودين معانا، الشعب المصري بيعلمنا من خلال الصوره الرائعه اللي بنشوفها في الشارع، بيعلمنا ازاي تكون سياسه. كمان يا نشأت ما تنساش انك انت لما تعمل مقارنه، وده دايما يعني لابد انه نتذكره، كيف كانت مصر في 2013 وكيف اصبحت النهارده في 2019. صحيح. يعني كيف كانت المؤامرات التي كانت تحاك ضد هذا البلد الامن الطيب ذو الشعب الطيب، وكيف اصبحت الان. يعني عندما يعني نعود إلى الوراء ونفتكر مع بعض 2013 وبعدها 2014 وماذا كان يجري في هذا البلد، والسقف التوقعات السيء وسقف التوقعات الخبيث، التوقعات الخبيثة التي كانت تراود هؤلاء أن البلد دي هتقع، وما حصلش، البلد ما وقعتش، البلد ماشية. في صعوبات اقتصادية بنحاول ان احنا نتجاوزها نتغلب عليها، في تفهم من الشعب، وده يمكن غايز القوى الكارهة لمصر ولشعب مصر. انتوا قاعدين ليه؟ انتوا في تفهم من الناس وفي استيعاب لما يجري في البلد، لكن الناس صبرة والناس متفائلة بغد مشرق والناس شايفة اللي بيحصل في البلد. في حاجة لازم نعيدها تاني، أنا قلتها مرتين بس أعيدها تاني وتالت. اتنين حاربوا الإخوان بجد بجد، مش كلام ولا سياسة. محمود فهم النقراشي أول من أصدر قرار حل جماعة الإخوان وقتلوه. قتلوه طبعا. خد بالك.
وبعدين كل الرؤساء حتى الرئيس عبد الناصر الله يرحمه ورئيس السادات ورئيس مبارك كل الناس دي عملت ايه؟ موائمات سياسيه ماشي عبد الناصر صالح معاهم عن طريق الضغط السعودي او الخليجي ساعتها والسادات نفس الكلام وقتلوا السادات. صحيح. وهذه المره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل حقيقي حرب دون هوادة دون اي تفاهمات وحرب فين؟ مش حرب بس خشنه، حرب ناعمه كمان من خلال تغيير الفكر الديني اللي احنا بنتكلم فيه. لان الرئيس عبد الفتاح السيسي استفاد من تجارب الاخرين. ودي كانت نقطة حجر الزاوية في هذا الصراع وفي هذا في هذه الحرب التي حسمت لصالح الشعب المصري. ليه احنا بنقول هذا الكلام؟ احنا ما حدناش عن موضوع التعديلات الدستورية بالمناسبة، لأنه أنا بقول ليه الناس دول في تركيا وفي قطر وهذا المحور بيهاجم التعديلات الدستورية علشان عايزين يختفي هذا الرجل من المشهد. طب يختفي ليه؟ لأن هو العدو الحقيقي لهم، عطل مشروعهم. لذلك بقول للمصريين أنتوا فايقين وفاهمين أنه الموضوع مش موضوع التعديلات الدستورية، أكبر من كده بكتير. صحيح. شوف آخر حاجة عندي عمرو، أعتقد أنه دوتش فيلا عملوا حاجة رائعة جدا. رائعة جدا بجد، عجباني جدا. عملوا استطلاع رأي. غريبة ان تعجبك حاجة تعملها الدوتش فيلا. والله غريبة ان تعمل لي حاجة أوروبية عموما، يعني أنا ما عنديش نظرية المؤامرة، بس أنا بشوف بعيني يعني كيف أأمن لك وهذه أسر فأسك. لكن الدوتش فيلا عملت حاجة رائعة جدا. عملوا استبيان رأي إلكتروني على الموقع بتاعهم، قالوا برأيك نسبة الحضور ونسبة اللي هيقولوا نعم لتعديلات الدستورية قد إيه؟ تخيل طلع كام؟ 60% بنعم. ده مين؟ دوتش فيلا اللي شغال فيها، كان شغال فيها مين؟ يسري فودا ومين ومين ومين؟ صح؟ هو ده الاستطلاع الرأي قدامنا اهو على الشاشة. وده يعني أنا تاني بقول وبشكل واضح، وأنا مش هخجل إن أقول أنا ما عنديش تغيير مواقف، أنا تغيير ظروف. الناس دول أنا بهاجمهم عشان كده بيهاجموا بلدي. دلوقتي بقول إنه هذه القناة أو هذه المحطة قامت بعمل أراه عمل يتسم بالموضوعية، لانه ساب الناس تقول والموضوع ما فيهوش راي، ما جابش واحد كاتب ياخد فلوس يقول ده راي الناس الحقيقي. يا عمرو اللي هو 60% ده راي الناس الحقيقي فين؟ في الدوتش فيلا. 60% 38 قالوا لا، مفتوح، و60 قالوا اه. ده مين اللي قال؟ الدوتش فيلا. فانا تحيه مني، انا بجد بقول وانا نادرا ما احيي صحافه اجنبيه، نادرا ما احيي محطه اجنبيه، اشك في كل المحطات الموجهه. انا عندي هيس. لما تحيي الناس اللي هم صوتوا في هذا الاستطلاع. تحيه طبعا. على فكره الناس اللي دخلت في الاستفتاء بتاع دوتش فيلا وقالوا نعم على راسي من فوق، اللي قالوا لا بالتاكيد 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 وانت هتوافقني، دول من 100%. انا عندي نسبه ناس تقول لا عن قناعه ما عنديش مشكله براحتهم، لكن انا عارف ان في كتائب بيجروا يغزوا اي تصويت عشان يشوه الصوره. صحيح. لكن اعتقد انه الموضوع عدى، ما عادش حد يقدر يوقف الدنيا. احنا المشهد اللي احنا شفناه كان رائع. المشهد اللي احنا شفناه كان بيقول انه المصريين في حاله حيويه سياسيه. الحضور الكثيف امبارح والنهارده بيؤكد عوده الحيويه السياسيه لجسد المجتمع المصري اللي احيانا بيعبر بشكل سلبي في نسبه الحضور. اعتقد انه النهارده وبكره عمرو هيبقى النسبه مشرفة، واعتقد كمان انه التعديلات الدستورية وصل للناس ان هي مش تعديلات دستورية، ده تصويت على مشروع مصر المستقبل. صحيح، هو عقد اجتماعي جديد بين الدولة وبين الشعب بيجري التصويت عليه الان، وزي ما قلنا يمكن المشاركة في هذا الاستفتاء بتعكس رغبة حقيقية من المواطن في استخدام أدواته الديمقراطية. الاستفتاء أداة من الأدوات الديمقراطية، فليه إن احنا ما ننزلش ونشارك ونقول رأينا بكل حرية؟ ما حدش ماسك مسدس وبيقول لك صحيح اكتب نعم ولا اكتب لا، اكتب انزل وشارك. ما احنا رحنا وشفنا الناس يعني احنا. وبعدين انا بكلم مين؟ مش بكلم المصريين ووالدتي ووالدتك واختي واختك، ما هو الناس قاعدين لو احنا بنكذب هيقولوا علينا ايه؟ لكن تعالى يا عمرو، انا في حاجه بسطاني جدا، مبسوط جدا. كويس انك مبسوط. انا مبسوط جدا. اللي بيحصل في ليبيا وتمدد خليفه حفتر، اللي بيحصل في السودان، واللي حصل النهارده السودان يلغي اتفاقيه سواكن مع تركيا. دي حاجة خطيرة جدا. اتنين يبقى عندي هنا وعندي في السودان وليبيا الاثنين. عندي اللي بيحصل في تركيا واخفاق حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية وتسلم
اكرم اوغلو بلدية اسطنبول. الثلاث نقاط دول بيقولوا بياكدوا ان احنا صح، احنا كمحور، احنا كاتجاه، كمشروع تنويري احنا صح. لانه هزيمه، طيب ماشي اوكي يا شباب، هزيمه الاخوان هو بيقول لك خلص. لا لا لا، طب انا اعبر عن انبساط، قال لي على حاجه 10 مرات. طيب عندنا اللي حصل في ليبيا، عشان الناس بس احنا زحمه الانتخابات او التصويت ما ينسيناش اهم حاجه موجوده دلوقتي، تمدد خليفه حفتر وانتصاراته ووضع ايده وقواته على المطار في طرابلس، ده معناها نصر لمين؟ للمشروع بتاعنا. اثنين، اللي حصل في السودان وتمكن الجيش السوداني من السيطره على الموقف وخروج السودان بتلويح، مش تلويح، طلب من تركيا بالغاء اتفاقيه سواكن اللي كان سواكن وقوات تركية هتهدد مين؟ دول الخليج والملاحة في البحر الأحمر، وبترجع حلم العثمانيين، وهزيمة العثمانيين داخل حزب العدالة والتنمية في أنقرة وفي إسطنبول، أعتقد أنه ده يمثل نصر للمشروع اللي احنا فيه، اللي بالمناسبة بنصوت عليه النهاردة. ده صحيح، ده صحيح. يمكن أنت أشرت إلى فيديو للقيادي الإخواني عصام العريان وبيتكلم عن الدستور، الشباب بيقولوا لي انه جاهز، نشوفه مع بعض. انا بصراحه فكرت كده قلت ايه، الشاشه دي محترمه، بلاش يظهر على عصام العريان. طب هظهر وراك ورايا مش مشكله، لا بلاش خلاص يا شباب بلاش، انا لن اخذ من كلام عصام العريان او هؤلاء بيؤكد ان احنا صح، مش محتاجين. بالمناسبه عمرو، انا شايف ان هم مهزومين دلوقتي، وشايف ان اللي بيحصل في اعلام الاخوان مأتم كبير، وشايف ان هم اخر انفاسهم اللي بيعملوها بره، وما عادش عندهم حاجه ثانيه خلاص. المعركه الاخيره بالنسبه لهم، وهم في حاله جو جنائزي حزين شايفه ومتابعه. اعتقد هو الجو الجنائزي يمكن من 30 يونيو وحتى الان، ويعني بتتغير اشكاله، لكن هو نفس الجو ونفس الاتموسفير بس خلاص. اعتقد الاستفتاء ده هو بيمثل تشييع الاخوان الى مثواهم الاخير، والتوقيع على شهاده الوفاه النهائيه اللي كتبها مين في الاول؟ خلي بالك، محمود فهم النقراشي، الله يرحمه، الله يرحمه. طيب، واحنا بنستعرض المشهد، يمكن اذا سمحت لنا نتوقف النهارده عند اللي حصل في سريلانكا. واللي حصل في سريلانكا ممكن ناس تقول لك طب انت بتتكلم دلوقتي عن التعديلات الدستوريه وعن الاستفتاء، ايه دخل التعديلات الدستوريه والاستفتاء على التعديلات الدستوريه والهجمات الارهابيه اللي ضربت فنادق وضربت كنائس في دوله صغيره اسمها سريلانكا؟ لا، في رابط كبير جدا بين اللي حصل النهارده في سريلانكا واللي حصل في نيوزيلندا من حوالي شهرين تقريبا بالزبط. او اقل من شهرين بشويه، والتصريحات اللي قالها رجب طيب اردوغان الرئيس التركي يوم ما طلع وحاول استغلال الحادث الارهابي البشع في نيوزيلندا، وحاول استخدامه كورقه لتحقيق مكاسب سياسيه لصالحه ولصالح الاتجاه اللي بيمثله، وهو يعني اتجاه معروف. خليني اقول لك اخطر حاجه النهارده حصلت، انه هذه سلسله الانفجارات اللي في الكنائس في سريلانكا دي بمثابه رد على نيوزيلندا. خد بالك مين اللي في النص نفخ في النار؟ اردوغان. عندنا حاجه تاكد هذا الكلام؟ عندنا. طب شغال شغال. Dünyada yeniden bir Haçlı Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereğini olur. Bunu da açıkçası. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değildir. Bunların derdi AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı da değildir. Bunların derdi doğrudan doğruya Türkiye'dir, Türk milletidir. Alıkoyamaz. Antalya dik durdukça, sağlam durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez.
إذن بعد هذا التوضيح الذي يقف وراء تفجيرات سريلانكا هو أردوغان. أردوغان يجب أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة هذه الفتنة بين المسيحيين والمسلمين، وهذه الدماء التي أريقت اليوم في رقبة أردوغان يتحملها أردوغان وحده، هو المحرض الأساسي لهذه التفجيرات وكل هذه الدماء. أنا بشكل واضح أعلقها في رقبة أردوغان، ومن الناحية القانونية يجب أن يتحرك المجتمع والدولة في سريلانكا لتقاضي دوليا أردوغان كمجرم حرب. هذا بشكل واضح، لا نتجاوز ولا نتطاول، وإنما هذه الحقيقة. كلام أردوغان نفخه في الفتنة الطائفية والحرب الصليبية الجديدة كان نتيجتها أن هناك هوجائيون قاموا بهذا العمل في سريلانكا، ولا أنا غلطان يا عمرو؟ بالتأكيد، أن يعني عشان كده لما تكلمت عن هذا الموضوع قلت أنه في رابط كبير جدا مما يجري النهاردة في مصر من خطوة بتدعم المشروع التنويري والمشروع المدني صحيح للدولة، خطوة بتعكس رغبة المصريين في بناء بلدهم واستكمال مسيرة البناء والتعمير، وبينما يضمره أو تضمره قوى الشر. معلش استعين يعني بعنوان برنامجك أهل الشر، وما يضمره أهل الشر لهذا البلد الآمن. أردوغان فعلا يعني الربط اللي انت عملته نشأت ما بين التحريض اللي مارسه في أثناء تعليقه وأثناء استخدامه للحادث الإرهابي البشع اللي حصل في نيوزيلندا، والتلويح بحرب صليبية جديدة، أهو شايفين ده نتيجته شايفين النهاردة بشكل مباشر. خلينا نعود بشكل مفصل إلى نقاش حول المشهد في مصر في تاني أيام الاستفتاء، ومش بس في مصر، احنا نتجول على بعض العواصم الغربية والعواصم العربية لنرى كيف هو المشهد هناك من تصويت للمصريين على التعديلات الدستورية. لكن بعد فاصل هيكون معنا مجموعة من الضيوف الأعزاء، الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، الكاتب الصحفي، المستشار جميل حليم عضو لجنة الخمسين السابق، دكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، المستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. فاصل قصير ثم نستقبل ضيوفنا في هذه المناقشة حول كافة القضايا داخليا وخارجيا، انتظروا. من جديد أهلا بكم في هذه الحلقة، هذه الفقرة النقاشية مع ضيوفي الأعزاء، سيادة المستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. أهلا بك سيادة المستشار، شرفنا ونورنا في قناة تن. سيادة المستشار جميل الحليم عضو لجنة الخمسين، أهلا بك سيادة المستشار. أهلا بك، منورنا وأهلا بك. أهلا بك. الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أهلا بك دكتور أيمن، منورنا ومشرفنا. والكاتب الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، اهلا بيك اسره في بيتك. اهلا بيك يا رب، اهلا بحضراتكم. يمكن لو بدانا كده بتقييم لليوم الثاني في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، سياده المستشار اهم ملاحظاتك، اهم النقاط اللي سجلتها ذاكرتك النهارده وامبارح. أو لو سمحت لي حضرتك قبل ما ابتدي الكلام اسمح لي أوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة نصف شعبان وبنصف أحد السعف، وده يعني بوجه التهنئة للمصريين جميعا صح بالمناسبتين، تزامنت المناسبتان، وده يعني صحيح يعني حاجة جميلة جدا أن يبقى في التزامن ده بينهم. صحيح. بالنسبة للإجابة على سؤال حضرتك، أنا نزلت أمس في الانتخابات ومريت على اللجنة، وكان في زحام فيها ملحوظ الحقيقة. أنا رحت في استفتاءات قبل كده وانتخابات ما كانش الزحام بالشكل ده، فامبارح كان في زحام، واللي لفت نظري أكتر اللي هو جميع الأعمار،
يعني كان في الشباب، كان في متوسط العمر، كان في كبار السن زي حالاتي يعني، فده اللي لفت نظري الحقيقه يا فندم. النهارده وانا كان عندي عده مشاوير في وسط في البلد يعني، ففوجئت ان اللجان الانتخابيه عليها ضغط جماهيري كبير، وانا من سكان مصر الجديده، فانا فايت في شوارع مصر الجديده رغم ان انا كنت بلاحظ دايما ان اللجان الانتخابيه دي فاضيه، فلا لقيت النهارده عليها ضغط جماهيري كبير برضو من جميع الاعمار والفئات. ده بيدل على ايه؟ على ان هناك وعي للشعب المصري بالاقبال على الاستفتاء. والحقيقه بيبر شكل ده الشعب المصري بيباشر حق له وواجب، وهذا الوعي بيزيد يوم عن اخر. طبعا بيزيد يوم عن اخر. وانا يمكن كنت قلت في برنامج قبل كده ان انا كنت في المنصوره في هذا الاسبوع، وركبت معايا سيده مسنه في التاكس، ولقيتها بتتكلم بوعي شديد جدا، ست ريفيه لا تعرف قراءه وكتابه، لقيتها بتتكلم بوعي شديد جدا وبتشجع السواق على انه ينزل يدلي بصوته. فالحقيقه ده دليل على ان الشعب المصري حضرتك بيعرف ان ده حق له وواجب عليه انه ينزل الاستفتاء. والكلام ده يعني مش جديد، يمكن صحيح. اقوله لو سمحت لي، هي المحكمه الدستوريه العليا قالته سنه 86، قالت ان المشاركه ده حق للمواطن المصري وواجب عليه. صحيح. طيب انا سيادة المستشار مشكور جدا على هذا التوضيح وتهنئه الشعب المصري بكل اطيافه وكل ابنائه بالاعياد، ودايما يا رب في اعياد. لكن انا عايز اروح للصحافه الاجنبيه، الموضوع ده شاغلني جدا، ومعالجتها للاستفتاء او قراءه الاستفتاء او مزايدتها على الاستفتاء. فطبعا بالتاكيد استاذ عماد حسين يقدر يكون بالتاكيد ارى وتابع تعليقك على تناول الصحافه الاجنبيه للاستفتاء. لا يمكن ان احنا نفهم موقف الصحافه الاجنبيه عموما، والصحافه الاجنبيه بنتكلم عليها قصدين بالاساس الصحافه الامريكيه في الاول ثم البريطانيه، لانها الانشط والاكثر اهتماما بالشان المصري والعربي باعتبار النفوذ القديم والنفوذ الجديد. في موقف اصيل وثابت لغالبيه هذه المؤسسات لا يتغير تقريبا، لانه موقف يعني مش موقف مهني بالاساس. ودي النقطة الجوهرية اللي احنا اللي هي اللي بتخلي الناس تستريح وتفهم الصورة حتى لا نفاجئ كل مرة. الصحافة الغربية خصوصا الأمريكية والبريطانية لها موقف ثابت لا يتغير أو شبه ثابت منذ بصفة عامة من مصر، لها رؤية، بس هذه الرؤية اتضحت أكثر بعد 2011 ثم 2013. في 2011 تبنوا، هم كانوا متبنين الفكرة التي روجت لها إدارة أوباما، أن مصر حان الوقت للتغيير في المنطقة العربية، وأن التغيير لابد أن تقوده جماعات الإسلام السياسي، ظنا في هذا الوقت أن ده يحل مشاكل المنطقة ومشاكل التطرف. هذه الرؤية اللي عبر عنها برنار ليفي اللي هو كان بيسموه عراب ثورات الربيع العربي، وتبنوها بمنطق، مش أنه بعض الناس طبعا بيقول لك أن أوباما كان مندمج في تيار الاخوان وان باتروسون كانت مسؤوله تحفيظ القران، ما اعرفش، لا هم عندهم مشروع سياسي كبير جدا كانوا بيستغلوا فيه حركات الاسلام السياسي لتشكيل مشروع في المنطقه تقوده تركيا. وكانوا يعتقدون في هذا الوقت ان تركيا هي الافضل لتمثيل ده، بحكم انه حزب العداله والتنميه في بدايته كان عمل نهضه اقتصاديه، وانه هذا النموذج قابل للنجاح في المنطقه العربيه. وبدا هذا المشروع يكتمل، وكاد ان يلتحم تركيا سوريا عند سقوط الاسد كان قاب قوسين او ادنى، في حركه الجماعه الاسلاميه في طرابلس اللبنانيه وبيروت، فيه حماس في غزه، مصر الاخوان وصلوا، ليبيا حزب البناء والتنميه، حركه النهضه في تونس، العدل والاحسان في المغرب، والحركه القوميه الاسلاميه في السودان التي كان يرعاها البشير. لما جه 30 يونيو كسر هذا المشروع، وده السر البسيط والموضوعي اللي خلى كراهية هؤلاء طبعا يعني مش إدارة أوباما لحد كبير، والحكومة البريطانية بدرجة أكبر مع قطر وتركيا وجماعة الأخوان، في حد جه كسر لك المشروع بتاعك، فلا بد أن تكون فيه خصام وعداء مستحكم. ده التفسير الواضح والبسيط للقصة. الصحافة الأجنبية، جزء كبير من الصحافة الغربية كانت تتبنى هذا المشروع، مش بس عشان فكرة التآمر، أنا يعني ما بحبش أسميها بهذا المنطق، هو عنده تصور أن هذا الأمر كاد أن ينجح وكان طبيعي، لكن هو بدأ يدرك بعدين. وردا على كلام حضرتك في الأنترو، أردوغان كان استغل الغرب بطريقة ماهرة جدا
وقدر احنا نتذكر طبعا نجم الدين اربكان الجيش والشعب في تركيا شالوه سنه 95 ثانيا اردوغان لما جه سنه 2002 عمل ايه؟ قال لهم انا هعمل لكم اللي انتم عايزينه، انا هتبنى النموذج الاوروبي، قولوا لي عشان ادخل الاتحاد الاوروبي اعمل ايه؟ قالوا له ادي الوصفه اهي. خد هذه الوصفه عشان يقضي على الجيش وعلى الحركه القوميه وعلى الاحزاب. وبعد ما ركب السلطه تنكر لكل هذا ثم دخل في صراع عنيف جدا مع الغرب دلوقتي. وانا اظن ان الغرب لم يعد يسمح له لانه بدا يحطه في خانه انه صار عدوا حقيقيا لهم لانه بدا يكشف عن هويته الحقيقيه العنصريه بتاعته. الراجل مش بس عنصريه، الراجل كان يتبنى فكره انه جه مصر سنه 2012 وقال للاخوان لابد ان تتصالحوا مع العلمانيه. وضعله جدا الاخوان واحنا ظننا ان هذا الرجل يتحدث حقيقه عن قيم علمانيه كماليه حقيقه نسبه لكمال اتاتورك، ثم اكتشفنا انه كان تقيه. كان يمثل التقيه باخلاص لانه الان من يلاحظ لغة الجسد وطريقة عدائه مع مصر والحكومة المصرية أكثر عداء من بعض جماعة الإخوان المسلمين. صحيح. بطريقة سافرة يعني لدرجة أن حتى أعضاء في حزب العدالة والتنمية والغرف التجارية في تركيا بيقولوا يعني بيقولوا أن أنت ضيعت مصالحنا كتير جدا في المنطقة وفي مصر. فالصحافة الغربية كانت متبنية هذا النهج، الواشنطن بوست، النيويورك تايمز، الجارديان، الاندبندنت، الول ستريت جورنال، الايكونومست، مش كلهم بيتكلموا ان هم ضعيفين في مؤامره بامان، هو عنده تصور ونموذج انه عايز يطبق نمط حقوق الانسان الغربي بتاعه على المنطقه. اتقال لهم كتير يا اخوانا مش هنقدر نطبق ده مره واحده بالطريقه اللي انتم مصورينها. رغم انه بداوا بعضهم يغير قناعاته لما شاف نموذج الاسلام السياسي وان الخلاف بين نموذج داعش ونموذج الاخوان المسلمين ليس كبيرا كما كانوا يتصوروا. فهذه الصحافه هي عندها موقف ثابت من المشروع باكمله. المشروع المصري، مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع المصري السعودي الاماراتي، هو يرى ان هذا المشروع ضد مشروعه الفكري وضد مشروعه السياسي وضد حتى مشروع بفكره الهيمنه اللي هو بيتيح، لانه الاسلام السياسي بقصد او بدون قصد تحول الى المطيه التي يستخدمها جزء من الغرب لفرض مشروعه على المنطقه. البعض بيستغرب ليه بريطانيا تصر على ضروره وقف اطلاق النار في طرابلس. ما المستفيد؟ وايه علاقتها اصلا بالله. لا في الذي يحارب في طرابلس هي الميليشيات الاخوانيه السلفيه الجهويه، ميليشيات واضحه وبعضها متورط في خطف السفير طبعا ستيفنز اللي هو كان القنصل الامريكي في بني غازي اللي قتلوه وسحلوه. طب انت ليه مصر انك توقف القتال؟ مش انت بتكلم عن مقاتله التطرف؟ فلولا انه في حصل تحول سياسي كبير جدا موسكو وواشنطن لاول مره يتحدوا اول مره وترامب بيقول كلام واضح ان احنا تحدثنا مع ترامب وبدات حفتر تركيا حفتر مع سوري مع حفتر وبدات تركيا تاخد بالها ان في مشكله كبيره جدا. لما تحط ده مع ما يحدث في السودان حتى هذه اللحظه تطورات في منتهى الاهميه انك انت بتضرب تيار يسار سياسي احتمال المشروع بتاعهم بالظبط. فدي الصحافه الغربيه شايفه انه نجاح هذا المشروع سيعني ضرب المشروع ان هم بيمثلوه. ده في عجاله عامه. لو انت لاحظت في طوال الشهور اللي فاتت طوال السنوات اللي فاتت لا يكاد يمر اسبوع الا في افتتاحيه في الواشنطن بوست، نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، كبرى سي بي اس في اول تهاجم مصر وتهاجم الحكومه المصريه وتهاجم المشروع السياسي المصري لانه هذا المشروع بالنسبه لها هو خلاف مبدئي واضح وصريح طول الوقت. نعم. طيب نرجع برضو من المشهد الصحافة العالمية للمشهد الداخلي دكتور أيمن، ومحتاج أن أنا أسمع تقييمك لأداء الأحزاب السياسية في هذا الاستفتاء. كيف تقيم أداء الأحزاب والكتل السياسية سواء كانت داخل البرلمان أو غير الممثلة في البرلمان؟ تمام. طبعا أولا بحيي الشعب المصري، يعني بعيدا عن الأحزاب وإن احنا بنعمل كل المجهود عشان نحشد المصريين وعملنا مجهود عشان نبين المبررات اللي خلت الترشيحيين أو مجلس النواب يعمل هذه المبررات. الحقيقة عملنا مجموعة ندوات كثيرة، عملنا طرق أبواب، عملنا مجهود على جميع المستويات، لكن مش هقدر أقول إن هو ده الدافع الرئيسي اللي خلى الشعب المصري الواعي الوطني إن هو ينزل، لكن هو جزء من المنظومة أو الملحمة الجميلة اللي حصلت في الوقت ده.
خليني بس اختلف مع الاستاذ عماد الدين حسين في انا عايز اي حد يختلف هختلف حالا. لا هو حسن نيه جدا في تحليله السياسي الحقيقه. انا حاسس ان هو في امور مخابراتيه في هذه المنظومه مش موضوع مشروع بس كلاسيكي كان على سيناريو باجنده. لا انا حاسس ان هو في موضوع في خبص اكتر. الصحافه الاجنبيه صحافه اصبحت ماجوره مدفوعه مموله من كثير من هذه الجهات مش عشان تنفيذ مشروع لا بالبلدي كده هقول لخراب مصر. خراب مصر وليس الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمز لمصر. لا خراب مصر لان مصر بالنسبه لهم هي حجر الزاويه في اي نوع من انواع النهضه سواء في المنظومه الافريقيه او الاسلاميه او العربيه. انا اختلف مع حضرتك بعد اذنك ان حضرتك هو بيسجل اهو كلامه راح اقول لان هو حسسني انا هتفق مع اختلافك لان حضرتك حسستني ان هي يعني ده كان مشروع واحنا بوظناه. لا ده هو مشروع انا حاسس ان هو هو طبعا كان مشروع ليهم لكن كمان وراه اعمال مخابراتيه عليا تدخلت بخبص في اشياء كثيره ومنها ان هو هذه المخابرات بعض الدول النهارده بتأجر مقالات مدفوعه الاجر معروفه ضد مصر وضد المنظومه وروجت على شويه الاشاعات منها الاشاعات شغل الاحزاب على الارض اللي هي شوهته جايبين صور من حمله كرامه في بعض احد الاحزاب وابتدى ينشر الصور على ان هي دي رشاوي انتخابيه. اعتقد ان هو ده ظلم من المواطن المصري ووعيه في الفتره دي. سؤال حضرتك هرجع له معلش يا دكتور ايمن في النقطه دي نقطه انا عندي بس ملحوظه طب بس عشان بس اقفل دي أوكي. نقطه الكراتين النقط دي الكلام ده كان في رمضان اللي فات ومن شهرين ولا من ثلاث شهور في مبادره للسيد الرئيس كلنا شاركنا كل فيها كل اسبوع ولا كل يوم في جهات بتعمل موضوع تكافل وكرامه بشكل تلقائي غير مربوط بالانتخابات بالزبط. فممكن اجيب صور واركبها دلوقتي عادي احنا فاهمين الموضوع ومش هنتكلم ومع ذلك برضو يعني خلينا برضو واقعيين على الارض. هالاحزاب خلي بال حضرتك احنا طالعين على حياه حزبيه جديده مش هقدر اقول لحضرتك الناس اتعودت على الاخوان وطريقه رشاويها وصرفها على المواطن الضعيف. اردوغان بيوزع شاي بنفسه بالظبط هات الفيديو بالزبط. بتاع اردوغان بالزبط. بسرعه وخلينا نفتكر برضو الحزب الوطني كان الرشاوي الاداريه اللي كان بيعملها. فالمواطن المصري على طول اول ما يتبادر الى ذهنه ان انا بحاول اوعيه سياسيا ان انا هو يعني ده في استفاده وراء هذا الموضوع. انا اقول لحضرتك ان الاحزاب عملت مجهود كل الاحزاب الحقيقه عملت مجهود ما عدا الاحزاب المعارضه والاحزاب المعارضه عملت مجهود عشان الناس تشارك تقول لا هم عايزين نسبه اللا تزيد. فطبعا انا مش هشكك في وطنيه احد لكن انا بقول لحضرتك ان الاحزاب عملت مجهود مضاعف في الفتره اللي فاتت وابتدى من اول تبني التعديلات. وتاكد حضرتك ان كل النواب على جميع انتماءاتهم بذلوا هذا المجهود لاقتناعهم ان هو لحاجه مصر لهذه التعديلات. وانا معايا طبعا اساتذه وفقهاء كانوا في لجنه العشرة ولجنه الخمسين مش هقدر اتكلم في اي حاجه من التشريع بس هم يدركوا جيدا هذا الدستور كتب في اي ظروف سياسيه. صحيح صحيح. المظاهرات كانت بره لسه كنا بنحكي المظاهرات كانت بره كانوا بيخافوا يطلعوا حتى من الشباك ابو لهب وابو جهل وقصه بالظبط. فما تقوليش ان ده المولد النبي سفره ده انه دستور الحاجه حقيقي. انا لا انكر طبعا المكاسب الاجتماعيه والاقتصاديه الموجوده في بعض الابواب لكن معلش كان في بعض الابواب ولسه انا قايل بعض الامثله في الغرفه كان لا معموله بفوبيا من الماضي خوف من الماضي. الناس السياسيين اثروا على التشريعيين برعب من الماضي اي حاجه كان فيها الماضي بيعمل عكسها مما لا يتناسب مع الشعب المصري بتاتا. وده اللي حطينا في مش هقول حطينا في وضع لازم ان الاوان ان احنا نغير بعض المواد على الاقل مش هو الفتنه اللي كانت موجوده في الدستور. بالظبط فتنه ترقد بالظبط بين لفتي الكتاب في الدستور. بالظبط انت عايز ترد بقى بص انا يبدو ان انا لم استطع ان انا اوصل فكرتي كويس. لما انا بقول كلمه كان في قهر المنصه بتهيألي طبعا دايما كلمه مشروع بالنسبه للمشروع المخالف دون مشروع كلمه اكبر بكتير جدا من كلمه جهاز مخابراتي. اجهزه المخابرات ودسائسها جزء صغير جدا في اي مشروع كبير. أيوة. فبالتالي لما انت يبقى عندك مشروع على فكره حتى ايام حسني مبارك للامانه موضوع لما تقرا التاريخ كويس جدا من ايام كونديزا رايس وبوش وبوش فبالتالي حضرتك حسستني ان هو بيعمل مشروع اسلامي جيد يعني يعدل المنطقه. خليني احسس حضرتك تاني بالعكس. اتفضل. هو عنده تصور ان هذا المشروع سيحقق اهدافه
ويريحوا من فكره التطرف اللي كان عنده. ما هذا الكلام اللي كتبه يستوعبهم كلهم يستوعبهم نفس. يقول لك كان حتى بعضهم يقول لك روحوا حاربوا بعض واقتلوا بعض ببلدانكم، ما تشغلنيش، ما تجيش تفجر عندي وتشغلني، ظنا ان ده هيقضي على التطرف الاسلامي في المنطقه وغرب. ثم ثبت ان ده مش صحيح، فبدا يستغله. يعني بيعمل كتله ضد ايران؟ لا، وبدا، ما هو ايران بالنسبه له هو تحالف مع ايران في العراق، ما فيش حاجه ثابته في السياسه طبعا. ثم استغل ده كله لضرب المنطقه كلها. هو بالنسبه له ليبيا في حاجه دلوقتي، هم في منطق بيقول لك ايه، خليني استعمل حاجه اسمها الصراع المدار. انا مش من مصلحتي كغرب ان الصراع في ليبيا يقف ولا في سوريا. طب هو امريكا طول الوقت بتقول ان احنا ضد النصره وداعش، من الذي يحمي النصره في الطرفين؟ اردوغان في تركيا، المعلم الصغير، وترامب بما فيهم ترامب، بمعنى الولايات المتحده الامريكيه هي التي تمنع القضاء على تنظيم النصره في ادلب، وهي اللي نصبت اردوغان وهي اللي موجوده في ليبيا. نفس الوضع، بسيبه يحاربوا بعض طالما ان انا البترول بتاعي جاي متامن، طالما ان الهجره ما بتنتقلش من الضفه دي لدي، قطعوا بعض. فبالتالي هو ما يشغله مصالحه العليا. طيب ما عنديش فكره ثابته واحده بس. استاذ عماد، الموضوع كلامك حلو جدا وردك اعتقد ما فيش اختلاف، في اتفاق، ما انا قلت له احنا بس احنا ما عبرناش بشكل جامل. بس انا عايز اروح للسيد المستشار جميل حليم، وحضرتك كنت عضو في لجنه 50 ولك مساهمات ومشاركات وفهم اعمق من فهمنا تقريبا، يعني معالي السيد المستشار انتوا اساطين الكلمه والتشريع. احنا بنقول حتميه التعديلات، وانا استاذنت عمرو في الانترو قلت له ما تيجي نسميها. ما انا كنت عايز اسال المستشار الجميل على 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 المصطلح اللي انت بتستخدمه ده من امبارح. طب اساله وقت اللي هو اللي هو فعلا زي ما قال، يعني نشات من امبارح، بيقول ان نسميها تصحيحات او تصويبات، تصويبات دستوريه. وانا بتفق فعلا مع حضراتكم في انها فعلا هي تصحيح وتصويب. ليه؟ لو حضرتك نظرنا لل 12 ماده اللي بيتعدلوا او الثمانيه المضافين ونشوف كانوا موجودين بصوره ايه، واحنا لما كنا بنناقشهم بعد ما طبعا لجنه العشره اعدت ال 200 ماده بعمقهم وفكرهم الدستوري، هنلاقي لو مسكنا الماده اللي الناس بتحاول حاليا تختزلها في التعديلات انه عشان ندي نطول المدة بتاعت السيد الرئيس من بدل ما 4-6. أنا كواحد من لجنة 50 وزي ما بقول شهادة للتاريخ ومثبتة في المضابط بتاعت لجنة 50، أنا شخصيا ومعايا مجموعة من زمايلي كنا معترضين على إنها تبقى 4 سنين، كنا متفقين إنها تبقى مدتين، ولكن على الأقل تبقى 6 سنوات. إلا أنه للأسف الشديد لما جينا في التصويت كانت الأغلبية أنها تقول 4. لكن النهاردة لما أقول أن أنا بصوت أيوة، لأن احنا كنا بنطالب أنها تبقى 6 سنوات. ليه 6 سنوات؟ النهاردة كنا طالعين من ثورتين، بناء الدولة الحديثة المدنية الحديثة اللي احنا انتهينا ليها في دستور 14. تنفعش أن أنا أقول رئيس الجمهورية 4 سنين ومدتين يعني 8 سنين. على الأقل لو كانت 6 سنوات في مدتين يعني 12 سنة يقدر اللي بدأ يكمله، واللي احنا دلوقتي رجعنا بنقول انه مطلوب تعديلها. كذلك في بقية المواد، النهاردة التمييز الإيجابي، أنا شخصيا من بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في 2012 وأنا في مجلس الشورى وأنا بطالب بالتمييز الإيجابي وكنا متفقين عليه، ولكن الجو العام في ذلك الوقت منع انه يطبق التمييز الايجابي، واحنا في لجنه 50 طالبنا بالتمييز الايجابي. التمييز الايجابي مش الغرض منه انه بس يبقى المسيحيين لا، دي فئات الشعب كلها، يعني مسيحيين، ذو الاحتياجات، شباب، العمال والفلاحين. بعد ما لغينا فكره 50% عمال وفلاحين، فكان لازم التمييز الايجابي يكون موجود، وده حق دستوري، ولكن للأسف كنا عايزين نخلي المدة مفتوحة، قالوا لا في أول مجلس نواب. الغلبة في التصويت قالت مرة واحدة، كله لأنه الجو العام، الاتجاهات اللي كانت لزملائنا في لجنة 50. بنرجع للماضي، فكرة الفوبيا زي ما قال أيمن بيه، الفوبيا من الماضي، من أنه حاكم قعد 30 سنة، من
كل ده كان ليه أثر في المواد. فلو ما نيجي حتى لبقية المواد، حتى في إلغاء الغرفة التانية، أنا شخصيا عملت وقتها دراسة على هل نلغي ولا لا، لقينا أن الدول المتقدمة 77 دولة من الدول المتقدمة بتاخد بالنظام الغرفتين. فكان كل الأسباب اللي أدت إلى إلغاء مجلس الشورى كانت أسباب خاطئة، كان فيها هوى، فيها هوى بالظبط. وفيها هوى ناتج عن التعديل اللي تم سنة 78 وأزيل من الاختصاصات الرئيسية لمجلس الشورى. فقلنا يا جماعة نرجعه زي ما بدأ من دستور 23، ادي اختصاصات لمجلس الشيوخ، اختصاصات محترمة، بعد كده تعالى حسب. هو نجح في تشويه شكل البنيان التشريعي في مصر بالظبط، اعتقد كده. سيادة المستشار الناوي، يعني تعليقك ايه؟ مش تعليقك انت، عايزين نستفيد بس من وجود حضرتك معانا في اطلالة على اهم المزايا التشريعية في التعديلات الدستورية. طيب. بس بعد اعتقد بس في حاجة عندك. استأذن بس سيادة المستشار، معانا تليفون مع السفير حازم رمضان قنصل عام مصر في جدة في المملكة العربية السعودية. سيادة السفير مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده اعتقد انه اخر يوم لتصويت المصريين في الخارج، ازاي شفت هذا اليوم يا سعادة السفير؟ والله النهارده كان زي اليومين الماضيين، كان شهد اقبال محترم من ابناء الجاليه المحترمين الكرام اللي حرصوا على الاطلاع باصواتهم في هذا الاستحقاق الهام جدا، وحرصوا على ابداء نيتهم ودعمهم لمصر وقيادة مصر. فأنا حقيقي فخور بهذا الشعب وفخور بهذه الجالية اللي أقبلت علينا خلال الثلاث أيام اللي فاتوا بهذه الأعداد الوفيرة. الإقبال كان كبير زي ما حضرتك بتقول، هل كان في لجنة واحدة في القنصلية ولا أكثر من لجنة في جدة؟ لا يا فندم، هي لجنة واحدة عامة في مقر القنصلية العامة في جدة، وداخل هذه اللجنة كان في 13 لجنة. كان في ايه يا فندم؟ 13 لجنة. 13 لجنة عشان اوكي، أيوة، لجنة فرعية عشان استقبال السادة المواطنين. عشان استقبال السادة المواطنين وتسهيل عملية إدلائهم بالصوت وتسجيل بياناتهم وما نعطلهمش عن أشغالهم. وكان كل الظروف كانت يعني مهيئة للإدلاء بأصوات المصريين في جدة. يعني الحمد لله، لان اولا الهيئه الوطنيه للانتخابات التعليمات بتاعتها كانت واضحه جدا واللي وصلتنا من خلال وزاره الخارجيه باسلوب التصويت وبطاقات التصويت والاقتراع كانت واضحه جدا ولا تحتمل اي لبس. فالحمد لله الثلاث ايام عدوا على خير، وحتى بدون استفسار واحد من الساده المواطنين، لان الامور كانت واضحه بما لا يدع مجال للشك. جميل جدا، جميل جدا. عندك سعاده السفير، يعني كلمة بتقولها في من جدة إلى المصريين في الداخل بعد هذا النجاح وهذا المشهد الرائع اللي شفناه في الخارج، خاصة في الكتل التصويتية زي السعودية والكويت والإمارات، بتقولي للمصريين وإنت في جدة الآن؟ بقول للمصريين كلهم سواء في الداخل أو في الخارج، بلدنا جميلة، مصر حبيبة، مصر عزيزة، لازم كلنا نسندها وندعمها، ودي بلدنا وده اللي ملناش اللي هي، وبالتالي اذا ما كناش هنسند وقت الشده ووقت الحاجه وهنسند امتى؟ ولكن بعد ما قلت الكلام ده، انا بتوجه بالشكر لكل ابناء الجاليه المصريه الكرام في السعوديه اللي ساعدونا وجم وحضروا وازرونا ودعمونا. سعادة السفير حازم رمضان قنصل عام مصر في جدة، شكرا لحضرتك. نرجع لسيادة المستشار الشناوي، وأتصور أن هناك تشوهات تشريعية أو دستورية إنجاز التعبير في دستور 14 ممكن نسميها تشوهات، هذه التصحيحات أو التصويبات يمكن أن تكون جزء أو خطوة على في إزالة هذه التشوهات، رأي حضرتك إيه؟ ما فيش شك يا فندم، بس أنا عايز أقول بس
معلومة حضرتكم عارفينها كلها، أنا مندهش من اللي بيتقال والهيصة اللي بتتقال على التعديلات الدستورية. ما الدستور ده إنتاج بشري، نتاج بشري قابل جدا للتعديل وقابل جدا للتصويب. بيحصل إن في وقت من الأوقات إن أنا بضع دستور، بعد فترة زمنية معينة بتيجي أجيال جديدة، محتاج إن الأجيال الجديدة دي أتعرف على وجهة نظرها، يبقى لها دور، يبقى لها اختيار في مستقبلها، فلازم أعمل تعديل يتواكب مع المتغيرات الجديدة دي. في الظروف اللي احنا تم فيها وضع دستور سنة 2014 كانت هناك ظروف ضاغطة للغاية، وحضرتك يمكن عارفين كلنا ان ما هي الظروف التي كانت موجودة وقتها. كان في زي ما بنقول فوبيا من الفترة الماضية وكانت مأثرة جدا، وبعدين احنا حاولنا بقدر الامكان في لجنة العشرة نضع نصوص. رافعك يا فندم معلش سامحني، كلمة فوبيا دي معناها كان في حسن نية والناس خايفين على البلد وغيره. انا كنت شايفها غير كده، شايف ان في وليمة وكله بيقطع كله عايز يعمل نفسه. انا حاجه لحضرتك، حاجه لحضرتك، يعني احنا في لجنه العشره كنا حريصين على ان نضع مواد دستوريه منضبطه للغايه. بعد كده في لجنه الخمسين، لجنه الخمسين كانت بتضم تجمعات حضرتك فئويه، تجمعات يعني فيها تجار، نقابات مختلفه، كل واحد كان فوجئت ان كل واحد بيدور على مصلحته حضرتك، وكان ده احتكاك ليا يعني كبير قوي بالجماعه اللي كانوا بيحسبوا نفسهم على السياسيين في البلد، كانوا اللي بيقولوا ان هم سياسيين. فوجئت ان كل واحد بيدور على المصلحه او الفئه اللي بينتمي اليها. ترتب على كده ان هي الصياغات كتيره اتغيرت وتعدلت، وانا كنت حاضر في لجنه الخمسين باعتباري مندوب لجنه العشره فيها، فكنت حاضر في لجنه الخمسين، حاولت بقدر الامكان الحقيقه حاولت، لكن كان الأغلبية كانت لهم صوت التشريع ضع في وسط صوت السياسة أو أشباه السياسيين أو أشباه السياسيين أو نقول صوت الصوت النفعي، بس صوت المنفعة يعني كان كل واحد عايز ياخد أكبر قدر ممكن من المنافع، فده اللي حصل حضرتك. ففي هناك طبعا في هناك يعني تشوهات زي ما حضرتك قلت في دستور 2014، بتبتدي التعديلات تعالج هذه التشوهات وتدرأ عنها ما قد حاق بها من مسالك. طيب اسمحوا لنا بس نروح إلى الخارج وتحديدا إلى نيويورك. معايا من هناك سعادة السفير هشام النقيب قنصل عام مصر في نيويورك. سعادة السفير مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا سعاده السفير. ازيك يا عم بيه؟ ازي صحتك؟ الله يخليك. معايا طبعا زميلي العزيز نشأة الديهي وكوكبه من الضيوف الاعزاء. اهلا وسهلا نشأة الديهي. مساء الخير سعاده السفير. انا للاسف مش قادر اشوفكم ان يعني لان ما عندناش الوسيله ان احنا اشوفكم مرئي، انما طبعا صوتكم وصل لنا. ربنا يخليك سعاده سفير. سعاده سفير، يعني من خلال حتى زيارتنا لنيويورك دائما ما تسعدنا صورة الجالية المصرية في نيويورك، نشاطهم، تحركاتهم، انتمائهم الواضح لبلدهم، زي ده كله اللي احنا لمسناه فعلا مش بالكلام، زي ده انعكس في التصويت على التعديلات الدستورية. انا كنت اتمنى حضرتك بس تكونوا متواجدين معانا من اقل من ساعة، لان كان هناك ويمكن معلش انا هستخدم الكلمة اللي دايما بنستخدمها بس انا المرة دي بعنيها، كان هناك عرس واحتفال من جانب الجالية داخل القنصلية، ومش هتجاوز حضرتك هقول لحضرتك مئات كانوا بيغنوا ورافعين أعلام مصر قد كده، سعداء بأن هم بيتقدموا باستحقاق وطني جديد في إبداء رأيهم في رسم خريطة مصر للمستقبل. الناس دي جاية حضرتك برضو علشان نبقى على علم، الناس دي جايه من مسافات تقدر بمئات الاميال، ولن اتجاوز لو قلت لحضرتك الاف الاميال، في جو طقس سيء للغايه وفي فتره اجازات وصعوبه بالغه ان هم يتواصلوا وييجوا للقنصليه العامه علشان يدلوا بارائهم ويكونوا متواجدين وحاضرين. فالحقيقه انا عندي جاليه من اعظم جاليات مصر في العالم، وانا فخور جدا ان انا اكون وسطهم. سعادة سفير شاب النقيب، أنا عايز أرسل رسالة حب واحترام وتقدير لأفراد وأعضاء الجالية المصرية والمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في نيويورك، وإحنا لمسنا هذا خلال زيارتنا الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية. وأنا بشكر حضرتك وبشكر فرد تحياتي لهم
وفعلا بيمثلوا يعني درة تاج الجاليات المصرية في الخارج. فأنا بشكر حضرتك وبشكر كل أعضاء الجالية فرد فرد، ويعني دايما رافعين راسنا في كل مكان. شكرا سعاد سفير. اولا يا مشعل بيه، اولا الف سلامه على حضرتك، احنا عرفنا كده وبنتمنى دايما لك السلامه. فانا ونيابه عن افراد القنصليه العامه والجاليه كلها بنبعث لكم احر السلام والتحيات، واعتقد ان انتم شعرتم بصوره مباشره الوطنيه التي تتميز بها الجاليه المصريه في الساحل الشرقي عند زيارتكم، وان شاء الله برضه هم في انتظار تواصل وزيارات اخرى للتاكيد على انتمائهم لوطنهم الام مصر. شكرا جزيلا سعادة السفير هشام نقيب القنصل العام المصري في نيويورك، وحقيقة يعني بعتنا لهم كراتين بقى. نعم اه صحيح هو ده شغل سياسي بقى احنا اه صحيح كراتين اوكي كراتين لا وحقيقة يعني يمكن انا ونشأت زرنا نيويورك اكثر من مرة في تغطيات، يعني فعلا الجالية المصرية في نيويورك يعني شيء مشرف، شيء مشرف يعني ناس بتيجي من مدن بعيدة ومصريين حتى مهتمين، وزي ما بيقول الدكتور أيمن يعني مش محتاجين كراتين يعني. كنا في عمرو كنا في باحة البيت الأبيض وقاعد وسط الناس كانوا بيحيوا السيد الرئيس في زيارته، وأنا فوجئت بسيدات على كراسي متحركة وجايين ألف الأميال زي ما بيقول سيادة المستشار سيادة السفير، وجايين مش عايزين حاجه من الدنيا غير يقولوا تحيا مصر ويقولوا الراجل ده ربنا قويه. فاكر انت السيده قالت لي انه ده منحه من السماء؟ والله انا يعني ما هو السيده دي يا سيدي قول اللي انت عايزه هنا قابلها السيد الرئيس طبعا وهي انا كان ليا الشرف ان انا اتحاور معاها بالتليفون، ونقلت طبعا الشكر لنشأت لانه نشأت استطاع انه يوصل صوتها للرئاسه وللرئيس اللي استجاب لطلبها ولامنيتها انها تقابله وتسلم عليه، وكان لقاء مؤثر صراحه يعني بينها ما بين الرئيس. هم دول زي ما دكتور ايمن بيقول دول اللي خدوا ولا عايزين ولا محتاجين، دول يبعتوا لنا ده يقول ده معدن الانسان المصري، ده الانسان المصري الوطني المخلص. طيب استاذ عماد يعني ما بعد الاستفتاء يعني توقعاتك للتحركات القوى الكارهة لمصر وللدولة المصرية وللشعب المصري كيف ستكون؟ طب هو الأول مسموح للعبد لله أن هو يختلف مع المنصة في حاجة ولا يتعرض لقمع؟ لا من قهر في قمع وفي قهر وتعالى عايز أختلف اختلاف بسيط معاكم في فكرة. مع مين فينا بالظبط؟ لا حد معاكم أنتوا الاثنين. لا أنا مع نشأت في الأساس اللي خلاها واضحة ماشي. في فكرة لجنة الخمسين وما حدث، هل كان نتيجة ظرف سياسي وقتها أو ظروف عامة ولا بطريقة مقصودة؟ دايما في النهاية الدساتير هي بنت عصرها وبنت ظروفها، فالقول الشائع دايما أن هي نعم في البداية كما تحدث سيادة المستشار عندك ظروف طالع من فترة إخوانية صعبة جدا وكنت خايف هوية البلد تضيع، فبتتشدد وتضع قواعد لي حتى لا تتكرر هذا الأمر. وناس كتيرة بعد كده كتبوا وقالوا انه خلاص اما وان الامور قد استقرت فخلاص انت بتحاول ترجع تاني للنظام الرئاسي اللي هو كان موجود في دستور 71. اظن انه ليس عيبا ان يبقى فيه مجموعة مصالح في البرلمان، مصالح فئوية، لان احنا ما بنشكل لجنة الخمسين، بنشكلها على اساس يمثل كل المجتمع، فكل طائفة او اصحاب طائفة طبيعي ان هو بتاع نقيب المحامين الراجل او ممثل المحامين يبقى عايز افضل حاجة للمحامين، القاضي او الممثل القضاء ممثل القوى الشعبية وهكذا، فبالتالي ليس عيبا ان يكون هناك دفاع عن مصالح كل فئة طالما ان هو في النهاية عند بوتقة بأسهر في حاصل جمع هذه المصالح بيشكل الدستور. هو ينفع نقول ليس غريبا لكنه عيبا مش يعني عيب. يعني انا أصلي. هو مش عيب، انا شايف انه لا هو غريب مش غريب بالضبط، لانه عيب انه دوله تدار من خلال محاصصه ومصالح فئويه. ما هو اذا استطعت ان انا احصر لو انا كل فئات المجتمع كل فئه لها مطلب ومصلحه، الجدعانه بتاعت لجنه الخمسين او العشرة او اي لجنه الهيئه المؤسسه والجمعيه التاسيسيه ان هي تجمع كل ده في صيغه تعبر عن افضل تعبير عن طوائف فبالتالي ظن الشخص انه لجنه الخمسين والعشره تصرفوا في اطار هذه الظروف الوقتيه ظنا ان هذا هو الافضل في وقتها. الظروف اتغيرت
والناس كلها بتقول لا يوجد شيء مقدس، خلاص الشعب بيقرر والله هيغيرها هيخليها. فهذا اظن ان هو ما حدث. ينفع اقول التعبير الاخير؟ نعم. انا مع دكتور ايمن الاستاذ عماد الدين حسين، عماد حسن النية، حسين سابق. انا مش انا اقبل عليه هضيع وقتكم. انا اقبل، انا اقبل هذا التفكير. لا انا عايز الرد. انا عايز الرد سيادة المستشار. لما بعمل دستور ما انا برضو انا مش براعي فيه الفئات الفئويه ولا المصالح الفئويه، انا براعي فيه علاقه المواطن بالسلطات اللي في الدوله، وراعي فيه علاقه السلطات ببعضها البعض. فهنا المصلحة العليا للدولة هي الأساس. من الذي يقررها يا فندم في هذا الوقت؟ فده اللي أنا وأنا بضع الدستور لازم ده يبقى قدام نصب عيناي. من الذي يختار؟ مش هبص المصالح الفئوية حتى أنا ندخل في لأن حضرتك حاجة أنا يعني لا تتخيل كان بيحصل إيه هناك في لجنة 50 وهو حاضر معانا. فاكر كان أحد نقيب الأطباء وقتها وكان معروف كان مين؟ أنا مش فاكر اسمه، كان من الجماعة كان فوجئت دكتور 2014؟ ايوه يا فندم. مستحيل يا فندم. لا اي فندم ممثل الاطباء والله نقيب الاطباء كان شوفونا يا شباب يعني انتم معانا قولوا لنا مين شغلونا يعني خيري عبد الدين. خيري بالظبط دكتور خيري. دكتور خيري هو 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 مش معاهم هو يعني كان ميال انتماءات عشان بس ما الوحيده حضرتك ده استاذ جامعه فعلت فيها ويمكن حاضر حضرتك وصرت لانه قال ان المحكمه الدستوريه العليا محكمه مسيسه بتحكم زي ما بتحكم زي ما هي عايزه ما بتحكمش بالدستور. فالحقيقه انا انفعلت بشكل غير طبيعي وصرت لان ده بيهد كل القيم اللي احنا تربينا عليها بيهد الدولة. بيهد الدولة لدرجه ان قام يعني الدكتور جابر نصر ربنا يديله الصحه ومسكني وعمرو موسى قام وقال لي انا معجب بيك قوي عشان عملت كده. والدكتور يعني كان قصه لان وانا عمري ما بنفعل يعني خلاصه ما غصب عني حصل كده. خلاصه ما اريد قوله انه في لو انت تتذكر في 19 مارس 2011 لما حصلت الاستفتاء على المطالب الدستوريه اللي تحكم مصر بعد الغاء دستور 71 وقتها كان التيار الغالب في الشارع او الصوت الاعلى هو صوت التيار الديني السلفي لما قالوا غزوه الصناديق. غزوه الصناديق المزاج العام بالظبط. المزاج العام راح وعمل تعديلات للاسف الشديد كانت بدايه الفتنه الحقيقيه في المجتمع المصري اللي هي وجهت الناس بطريق ان هو مسلمين ضد مسيحيين او العكس او الماده الثانيه بالظبط كانت كارثه التانية. فبالتالي وقتها هو ده نمط عام وثقافه عامه في وقت معين تفرض توجه معين فخلاص في النهايه الفيصل هو الشعب ماذا يقول في هذا الوقت. صحيح. اعود بس للسؤال بسرعه انا اسف طلعنا بعيد عن السؤال وهو بس انك انت فاكره انت لا فاكره ترد على السؤال الثاني ما بعد الاستفتاء. ما بعد الاستفتاء طبعا انت بترجع الى جزء كبير جدا من ملامح دستور 71 الى حد ما فيما يتعلق بالصلاحيات الرئاسيه رغم ان بالمناسبه في جزء اساسي منها لو نذكر من سنه او اكثر لما بدات تطرح هذه التعديلات كان الظن انها تتعلق بصلاحيات البرلمان ومجلس الوزراء والتقديم منها باعتبار انها اخذت من صلاحيات الرئيس في دستور 71 لم يتم تغييرها وظلت ثابته. لكن انا اظن انه سوف تستمر الجبهه الاخرى اللي موجوده في الخارج وربما تصعد. هذا الامر سيصيبها بطبيعه الحال باظن حاله من الاحباط الشديد. لكن نقطة تانية وأرجو أن حضراتكم صدركم يتسع لدي وهي النقطة الفيصلية. نحن في فرق كبير جدا عايزين نفرقه لمصلحة هذا البلد بين الذين يشنون حملات ضغط وكراهية واستعداء واستقواء بالخارج الموجودين برا وبين الناس اللي هو بيعرض من داخل البلد زي ما قال عنهم يعني استشهد بما قاله الدكتور علي عبد العال لما دافع عن الذين اعترضوا تحت القبة وقال إن هي معارضة وطنية. أنا من مصلحتي كمصري يبقى عندي معارضة وطنية تحت سقف القانون والدستور طالما إن هو ده مؤمن بالقانون والدستور يختلف كما يشاء طالما إنه في حل ولا أتسامح إطلاقا مع اللي بيتعامل عليها مع برا مع أجهزة مخابرات أجنبية أو إقليمية. دي نقطة مهمة في غاية هو أنت حضرتك ليه قلت لنا صدرك يتسع؟ أنت بتقول كلام منطقي جدا ومفيش دولة من غير معارضة. أنا أحييك. أنا مفيش دولة من غير معارضة. أنا متفق معاكم مختلف معكم. نحن في انتظار المعارضة الوطنية النزيهة. نعم متفق. أينما وجدت إحنا معاها. أنا مستعد هو بكرة بالزبط. أنت حضرتك تبنى المبادرة هات لنا ناس محترمين خمسة ستة معارضين لديهم أفكار مناوئة للدولة وفقا لقانون الدستور وإحنا نستضيفهم. أوكي. إحنا بنقول يا ريت. أتذكر. لكن عشان كده لو سمحتين عشان أنا بقول يعني ليه هو الإدلاء
بالرأي واجب، انزل قول اللي انت عايز تقوله او لا، ده انت ده حقك. صحيح. صحيح. انا ما بقولكش انزل لازم تقول، يعني مش مساله اوبليجاتوار ان انت تنزل تقول نعم لا. صحيح. ده انت حر قول لا زي ما انت عايز. طب خلينا نستقبل المستشار معانا تليفون من الولايات المتحده الامريكيه من مانهاتن في نيويورك، المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي المصري. يا باشمهندس طارق. اهلا فندم، مساء الخير يا باشمهندس طارق. مساء الفل عليكم جميعا. معايا الدكتور عمرو عبد الحميد ومعانا ضيوفنا في الاستوديو، واحنا عايزين نعرف منك تطلعنا على نتيجه التصويت في الخارج في نيويورك تحديدا، ولسه كان معانا السفير النقيب وبنكلمه على الجاليه من اعظم الجاليات في الخارج، الجاليه اللي حضرتك جزء اصيل من ترتيبها. قول لنا ايه اللي حصل وفرحنا بما جرى في نيويورك. والله شوف حاجتين جايين ورا بعض، يعني يقول لك الجاليه جميله في نيويورك، فعلا دي الجاليه اللي سافرت لواشنطن دي سي وسابت وقتها 4 ايام متواصله سايبين شغلهم وعلى مسافات بعيده، اللي جاي من نورث كارولاينا، اللي رايح من نيويورك، اللي رايح من نيوجيرسي، كلهم سايبين اشغالهم لترحيب بسياده الرئيس. سياده الرئيس بيمثل مصر، ورحنا له عشان بنرحب بمصر متمثله في سياده الرئيس. عشان كده الجاليه دي بنقول عليها من اجمل الجاليات، لانها بتيجي من اماكن بعيده جدا عشان مقتنعه بشيء في نفسها ولازم تحققه. فعشان كده بقول لسيادتك احنا شاركنا في الترحيب بسياده الرئيس، وده شرف لينا لان هو رئيسنا مهما جرى في وسط العالم كله، سياده الرئيس ده رئيسنا ولازم يشرفنا وجوده واحنا جنبه في تكمله المشوار. بالنسبه للتعديلات الدستوريه احنا بننزل 3 ايام، هو النهارده اخر يوم، كلنا بنتكاثف. احنا بنقول للناس فعلا شارك، زي ما سمعت سياده المستشار بيقول لازم تشاركوا، قول رايك. لو واحد معارض انزل وعارض، خلينا نشوف نسبه الناس اللي معارضه قد ايه للتعديلات ونسبة الناس اللي موافقة قد ايه. انما تبقى سلبي وتقعد تتكلم في الاذاعات وتتكلم في ده، ده اسلوب غير راقي وغير متحضر. احنا هنا في نيويورك ناس كتيرة، هيلاري كسبت بالاصوات وترامب كسب بالمجمع الانتخابي، وفي الاخر كلنا مع ترامب اصبح رئيس الدولة. بس نزلنا كلنا، واللي عايز يعارض يعارض، واللي عايز يقول رأيه يقول رأيه بصراحة، لكن انزل وشارك على حق. ولو ما شاركتش ما تتكلمش، مالكش حق ان انت تتكلم. ليه؟ انت ما قدلتش بصوتك. لو ما قدلتش بصوتك من حقك تتكلم ليه؟ اذا كنت انت انسان سلبي، لو حضرتك انسان سلبي ما تجيش تتكلم معايا بعد كده وتقول لي الانتخابات اتزورت 90%، ده كلام فارغ. 90% عشان المقتنع بيأدي رسالته وبينزل وبيتكلم. احنا شخصيا، انا شخصيا عايز اتكلم عن نفسي، انا بحب سياده الرئيس جدا 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 جدا، وبحب اقف جنبه جدا جدا جدا. ليه؟ شايف الانجازات اللي بتجرى على الواقع، شايفين مصر بتتغير، والله بتتغير. يا باشمهندس طارق، يا باشمهندس طارق، اتفضل يا فندم. انت خدته كراتين ولا ايه الحكايه؟ خدنا ده احنا اللي بنساهم والله العظيم. مش راضي هو، اقول لك ده دكتور ايمن، انا بسال ناس يعني بقول لك الناس بتنزل عشان كراتين اهو. طارق سليمان من نيويورك هياخد، الراجل قاعد اهو انا عارف الكراتين. بس انت باشمهندس كراتين مين اللي ادهالنا وجت منين؟ احنا اللي بنشارك واحنا اللي بندعم. انا شخصيا بدعم بالمال والجهد والوقت، صح. مش راضي اتكلم على غيري وغيري 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 من قلوبنا. مصر احنا مصر بتاعتنا يا فندم. انا اتعلمت ببلاش في مصر، من وقتي ان ارد الجميل لمصر، مش اقول هات يا مصر. انا اتعلمت في مصر وعلمتني وثقفتني وبقيت مهندس واتعلمت ببلاش اقولها. الو؟ ايوه سامعينك يا باشمهندس. سامعيني. فده واجب رد الجميل، فانا برد الجميل لمصر. انا عايز مصر تتقدم وعايز مصر تبقى احسن بلد. قلنا مشروعات الغاز، مشروعات التنميه، مش هنستورد غاز، ماشيين في كل المجالات، مشروعات الثوره السمكيه، بناء الوطن، مدينة عاصمة جديدة، طرق، كباري، امتداد، مترو الانفاق، يعني هنتكلم في ايه ولا في ايه ولا في ايه ولا في ايه؟ ماشيين كل حاجة، بنغير المنظومة التعليمية، بنحاول نغير المنظومة الصحية، عايزين ايه أكتر من كده؟ نعم، أنا بشكرك. مش عارف يا فندم، مش عارف يا أستاذ نشأة الناس تعارض على ايه أو بتقول ايه؟
بشكرك بشكرك يعني شكرا. يعني الحق عارض يا سيدي اشترك وقول رأيك. شكرا سامي. بشكرك شكرا جزيلا المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي المصري في نيويورك، وكل التحية لأعضاء النادي ولأعضاء الجالية المصرية في نيويورك ومن نيويورك إلى مدينة بدر. في حاجة حضرتك لازم تعلق عليها أنت تحديدا. ده مين؟ دكتور أيمن يعلق عليها. نشوفها الأول وحضرتك تعلق عليها لأنه ده حاجة مختلفة. نشوفها مع بعض وأنت اللي حضرتك مطلوب تعليق. ده مدينة بدر رغم أنه الساعة 9:30 أغلقت أبواب اللجان، لكن هذا المشهد جالنا دلوقتي من مدينة بدر. طوابير أمام أبواب اللجنة ل مواطنين بيرغبوا في الادلاء باصواتهم. ده حي اهو. يعني حضرتك شوف ايه تعليقك. شوف حضرتك انا اصلا انا مش مستغرب، لان انا يعني انا بلف على الدوائر. عايز اوري حضرتك صور الواحات البحريه. الواحات البحريه كانت زمان اللي هي كانت بتشترك ب 3000 و4000، اعتقد انها توصل ل 20000 صوت من 25000 صوت. فنسبه يعني. فحضرتك احنا وصلنا لحد امبارح 8000، واعتقد النهارده هيعدوا ال 15. هات لنا الصور دي تاني كده يا وليد لو سمحت. فانا مش مستغرب خالص من الصور القائمه. ليه الناس دي كده؟ دي لجنه تانيه برضه يا نشأت شرف برضه في مدينه بدر. انا المصريين بتوع التحدي. المصريين بتوع بس مش حاسين بخطر؟ طبعا هم مش حاسين بخطر ولا حاسين بخطر؟ لا حاسين. بص ان احنا في مرحله دلوقتي اثبات الذات. والحمد لله زي ما قلت حضرتك القوى السياسيه اللي انتوا على طول مهمشينها نجحت انها توصل، والبرلمان اللي برضو بيهاجم كثيرا لكل الكتل السياسيه اللي احنا مهمشينها دون قصد بجد، والبرلمان اللي انتوا برضو حاسين ان هو لا يفعل شيء اتعامل باحترافيه شديده مع هذه المدخلات. الاعلام كله ولا احنا؟ لا يا فندم انتوا الاثنين. لا فوضى انتوا اصحابي انتوا اصدقاء غاليين الاعلام ككل. لكن انا هرجع اقول تاني ان احنا بنراعي ربنا وبنراعي. تاكد حضرتك المدخلات اللي دخلت في التعديلات غير المخرجات اللي خرجت. راعينا كل حاجه وخاصه اي مساس حتى بالتداخل بين السلطات تم ازالته. الوضع القانوني القائم للسيد رئيس الجمهوريه ووضعه القانوني لقينا له مخرج بحيث ان هو يحق. اصل انا مش ممكن اقول للمصريين كلهم حقكم تخشوا الانتخابات واشيل الراجل اللي عمل انجازات اقول حتى مرسي يخش، واقول الراجل ده لا ما يخشش ادعاء بديمقراطيه واسلب حق ديمقراطي اللي هو حق الترشح. فراعينا كل المراعاه لكل ما هو. فتاكد حضرتك ان احنا اشتغلنا باحترافيه في البرلمان. وعايز اوضح لحضرتك ان هذا البرلمان هو اللي رسخ الفئات والتمييز الايجابي للفئات دي. اداء النائبات ال 90 نائبه ب 90 اسد في المحافل الدوليه والبرلمانات الدوليه وداخل البرلمان والشباب وان هو كل يوم بتلاقي الشاب 90 نائبه 90 نائبه فعلا موجودين 15%. كان في عندنا 88 نائب اخواني. نعم فضلناهم ب 90 امراه مصريه اصيله. دي حقيقه. حلوه دي. دي حقيقه. مقاطع انتوا هتعملوا لا انا بقول برشلونه خلاص الشباب لما تلاقي حاجه الشباب بيثقل كل يوم. النهارده بتقولوا كان في تصحر في وجوه سياسيه، لا النهارده الشباب اللي مكناه في التعديلات الدستوريه ده وحصلنا وجوده دستوريا، اعتقد ان هو اداؤه في البرلمان اللي فات اللي احنا فيه ده هو اللي خلى الناس تصوت على هذا التمييز. لان كل يوم شايف وجوه صغيره عماله تثقل سياسيا وتشريعيا ويبان لنا كذا وجه حتى لو كان معارض حتى لو كان هو بيثقل سياسيا. النقطة اللي عايز أقولها برضو إثباتا لموضوع الخوف. عايز أدي الحقيقة يعني عدم اجتماع البرلمان إلا في القاهرة كعاصمة ده كانت خوف، لأن هم لما حلونا في الوقت الإخوان لو تفتكر كتتني دعانا نجتمع بره. فعندهم خوف من النقطه دي لدرجه انهم تدخلوا في مكان انعقاد البرلمان ووقعنا في دلوقتي في مشكله تانية في النقل في العاصمه الاداريه الجديده. لازم يبقى كل اجتماع بامر من رئيس المجلس بسبب ماده دستوريه فيها خوف. ما تعدلتش طيب ولا لا يا فندم؟ ما تعدلتش. لا ما تعدلتش. طب مش ده تشوف؟ طب مش دي كان اولى؟ ما كانش وقتها. ما كانش مصاره. ما كانش مصاره. لا انا قصدي لسه ما زالت مشكله في الدستور دلوقتي.
موجوده يا فندم، موجوده الماده ان القاهره عاصمه الدوله وان هو البرلمان يجب ان يعقد في القاهره، بس هي ليها مخرج لان انا اخلي العاصمه الاداريه في القاهره، ما هو ده هي العاصمه مخرج. ده مخرج. ما هو انا معاك. طب احنا كنا فرحانين بها عاصمه زي بقى زي ما الدستوريه لما نقلت للمعالم. اقصد انا بدي مثال يا فندم، انا بدي مثال ان حتى الخوف في ماده وصل الى مقر انقاذ البرلمان. وانا خدت دعوه الدكتور علي عبد العال ان احنا لا بجد احنا محتاجين نغير كثير من المواد في هذا الدستور، في خلال نعمل دستور جديد في خلال 10 سنوات او 5 سنوات او 7 سنوات، لان الحقيقه في كذا لغم موجودين ما زالوا موجودين. لكن اللي احنا وصلنا له يمشينا شويه، يمشينا يعني المرحله اللي احنا محتاجينها. ما فيش يا فندم دستور في العالم يخلو من كيفيه تعديله. طبعا آلية التعديل، آلية التعديل لا ما في جوه اي دستور، فهيبقى باطل بالظبط، هيبقى دستور العصر يعني. فارجع اقول تاني، انا اداء البرلمان هو اللي خلى ان احنا نعمل التمييز الايجابي اللي كنا بنتكلم فيه، وانا بؤكد المواطن المصري ان كل نائب وافق على هذه التعديلات كان عامل قسم على احترام الدستور والقانون، يعني مش هينه عليه ان هو الا لو كان شاف هذه التعديلات لمصلحه الوطن والمواطن اللي هو بيمثله. فالموضوع جد، احنا بندافع عن هذه التعديلات بجساره واقتناع، وبننقلها للناس لهذه الجساره والاقتناع، لان كنا محتاجينها كبلد الحقيقه. اعتقد لازم نسمع راي حضرتك في هذا اللغط حوله اللي موجود من حزم التعديلات، بتكفي ان ننطلق خلال المرحله القادمه ولا هيبقى فيه افخاخ زي ما قال الدكتور؟ لا مفيش افخاخ، بدليل ان انا بقول وبشهد ان واحنا في لجنه الخمسين المواد اللي بيتم تعديلها دلوقتي كنا اساسا معترضين على صياغتها بالطريقه دي، سواء كانت لمده الرئاسه، سواء بالنسبه للنائب، سواء بالنسبه للتمييز الايجابي، كل ده كان مطروح وكنا بنطالب انه يبقى بالوضع اللي جاي في التعديلات. طب هو احنا ليه قلقانين من التعديلات؟ تعال حضرتك ناخد نظره سريعه على دساتير العالم. دستور امريكا اللي احنا بنقول امريكا اتعدل 26 مره. دستور روسيا خضع، دستور روسيا كان في دستور سنه 24 اتعدل 5 مرات، دستور 36 اتعدل 30 مره، دستور 77 اتعدل 6 مرات، اخر دستور اللي هو دستور 23 اتعدل 4 مرات اخرها سنه 2014. مش دي الدول اللي احنا بنتشدق بيها؟ دوله زي استراليا دستورها بدا من سنه 1901 حصل له 8 تعديلات اخرها سنه 90. دستور ايطاليا تعديلات اخرها سنه 12 اتعدل 15 مره. دستور ايطاليا، فرنسا اتعدل 8 مرات، الارجنتين اتعدل 33 مره، دستور البرازيل دي حاجه غريبه كل سنه بيتم تعديله من سنه 94 سنويا، زي ما قال معلم الشهر زي زمايلي ما قالوا، حاجه المجتمع ايه؟ الدستور مش جامد، الدستور استجابه لمتطلبات العصر، فهي اللي بتحكم التعديلات. فقياسا على كده لو خدنا كل الدول الاوروبيه بنلاقي ان التعديلات دي وارده. طيب احنا النهارده التعديلات دي، ايوه التعديلات دي مطلوبه، لانه في استكمال للبنيه الاساسيه اللي سياده الرئيس بدا فيها، وما نختزلهاش في انها عشان المده، لا احنا كنا بنطالب واحنا في لجنه الخمسين انها تبقى 6 سنوات. غرفه تانية، ايوه بنطالب بغرفه تانية، فنلاقي المحصله لمجموعه المواد اللي بيتم تعديلها اساسا واحنا في لجنه الخمسين كنا بنطالب بيها انها تبقى بالوضع ده، لولا التخوف والخوف من ان احنا بنرجع للمطر. اعتقد انه كنا عايزين نقعد اكتر من كده، بس عندنا جزء تاني من الحلقه مهم جدا جدا جدا. المراقبين الاجانب مستنينا، المراقبين الاجانب موجودين معانا. طب خلاص، فدي يعني احنا سياده المستشار محمد عبد العزيز الشناوي شرفتنا، وسياده المستشار جميل حليم شرفتنا، وسعدنا بارائكم
المنضبطة الرصينة من الناحية الدستورية والتشريعية، لا تدخل لنا إلا الأسئلة فقط. وهنا بقى الأستاذ إمام الدين حسين بنشتبك دائما، لكن دائما ما نسعد بآرائك ودي حقيقة، وحسن نيتك اللي لازم تغيرها طبقا لنصيحة حسن نية. يعني هتغير الدكتور أيمن، شرفتنا دكتور أيمن، شرفتنا أستاذ إمام، وسعدنا بكم جميعا. فاصل قصير وانتظرونا، لأنه المراقبين الأجانب اللي بيتجولوا في كل المحافظات المصرية عندهم ملاحظات، شايفين بقى كان فيه نزاهة، شايفين فيه عدم نزاهة، شايفين فيه خروقات، شايفين فيه صعوبات. كل ما تم تدوينه من ملاحظات لهذه المنظمات من أكثر من منظمة، يمكن 6 منظمات أو 7 متواجدين معنا، انتظرونا بعد قليل. برحب بحضراتكم من جديد في المشهد، وبنواصل تغطيتنا للاستفتاء على التعديلات الدستورية. زي ما قلنا لحضراتكم قبل الفاصل، احنا هنشوف كيف يبدو الاستفتاء في عيون المراقبين الدوليين. اسمحوا لي أنا وزميلي نشأت ديهي نرحب بمجموعة من المراقبين الدوليين اللي جم خصيصا لمتابعة المشهد في الاستفتاء، وأبدأ بالأستاذ رياض عيسى، رئيس منظمة متطوعون بلا حدود اللبنانية ورئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أهلا بحضرتك يا أستاذ رياض. مساء النور. مساء الخير. السيد سيد هنري أوريكوت من دولة أوغندا وخبير في مجال متابعة العمليات الانتخابية، أهلا بحضرتك سيد هنري. Thank you so much. السيد جورج كانس، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، أهلا بحضرتك يا أستاذ جورج. السيدة أو الآنسة كونستانسيا جولدا من دولة بولندا وممثلة منظمة إيكو، أهلا بك جولدا. That's right. Thank you very much. هذا صحيح. شكرا جزيلا على الاستضافة هنا. الأنسة ألين أسيموي من أوغندا وممثلة منظمة جالس، أهلا بك ألين. Thank you for hosting me. على استضافتي هنا. وسيد ديديوني أوميزورا من رواندا وممثل منظمة جالس أيضا، أهلا بك سيد ديديوني. Thank you so much. شكرا جزيلا. في البداية يعني أود أن أسأل السيد هنري، السيد جورج، أبدأ مستر جورج، وتعليقك على اليومين الذي اللي حضرتك أمضيت أنت والمجموعة مراقبة عملية الاستفتاء، كيف رأيت الأجواء العامة التي تم فيها هذا الاستفتاء بشكل عام أولا؟ I find some very enthusiastic. أعتقد وأعتقد أن كان هناك مناخ يملأه الحماس. وأنا لم أرى حماس وحركة بهذا الشكل من قبل. هل الحماس والحركة بيصب في الخروج بتعديلات دستورية أو تصويت بيتسم بالشفافية والنزاهة؟ In technical terms, نعم، من وجهة نظر فنية أنا شخصيا لا توجد لدي كل البيانات والمعلومات، ولكن حتى الآن أنا لا أرى أي مشكلة جوهرية. أستاذ رياض، يمكن نفس السؤال لزميلي نشأت، حضرتك أول مرة تشارك في مراقبة استفتاء هنا في مصر أو انتخابات؟ لا، أنا من 2014 لحد اليوم كل المحطات كنت شريك فيها، وشاركت طبعا بعمليات متابعة ومراقبة الانتخابات بعدة دول عربية وبالعالم،
وأنا خبير بالانتخابات. خلال اليومين شاهدنا أيضا جو من الحماس والاندفاع من قبل الناخبين المصريين، إلا أنه أنا رأيي الشخصي من وجهة نظري أنه الانتخابات المفترض أن تحصل وفق المعايير الدولية، وواحدة من أهم المعايير الدولية هو أن يكون هناك فترة صمت انتخابي تسبق عملية الاقتراع بيوم، وخلال يوم الاقتراع أو أيام الاقتراع للسماح للمواطنين أن يدلوا بأصواتهم بجو من الهدوء والطمأنينة، لأنه صحيح أنه في جو من الحماس، ولكن هذا قد يؤثر على الآخرين بأنهم يشاركوا. بس ده في الانتخابات، إنما ده استفتاء. وحتى بالاستفتاء، وهذا حصل بالانتخابات، وهذا عم يحصل طبعا هذا ناتج عن ثقافتنا العربية بالانتخابات. يعني هذا يعني مش القصد منه الإساءة للعملية الانتخابية، ولا القصد هو الانتهاك للعملية الانتخابية، لأنه هذا له علاقة بالحماس الشعبي، ولكن أحيانا الحماس قد يؤثر سلبا على بعض القضايا. طبعا هناك بعض الملاحظات اللي لا تؤدي إلى الإساءة للعملية الانتخابية بمجملها، لأنه في انتهاكات تكون هي عبارة عن انتهاكات أو بعض التجاوزات، مثل موضوع الأعراس حول، لأنه طبعا حق الناس أنها تفرح، بس القانون هيك. يعني نحن لما منتابع الانتخابات منتابع مدى التزام الناس بتطبيق القانون، فإذا القانون وضع للكل يلتزم فيه، صحيح؟ اللي هي الاحتفالات قصدك؟ الاحتفالات طبعا هي فترة دعاية ثقافي من ثقافتك، هي سائل عليها بالثقافة. لذلك علينا أنه نشتغل على موضوع الثقافة أيضا. يعني المتابعين بياخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار، أنه هذه العلاقة بالثقافة وليس ولا تمس بجوهر العملية الانتخابية. طيب أستاذ رياض، خلينا أروح لهنري، مستر هنري من أوغندا، خبير في مراقبة الانتخابات. هنري، أول مرة تشارك في مراقبة الانتخابات في مصر؟ نعم. أبو لاستيا أي واس إن إيجيبت هنا. العام الماضي أنا كنت هنا أيضا أتابع الانتخابات في مصر، وأيضا تابعت الانتخابات الرئاسية في مصر. What avalanche that. ولكن. People are so much involved. أنا رأيت أن الناس فعلا شغوفة مشاركة في عملية اتخاذ القرار في مصر، وهذا فعلا مشجع لنا جميعا أن نرى الناس تأتي وتصوت بهذا العدد. بالنسبة لي كمتابع للانتخابات والاستفتاءات، حينما أرى الناس تأتي وتدلي بأصواتها وأرى اتباع كل الإجراءات، أنا فعلا أشعر بحماس بالغ. ومع ذلك أنا لم أجلس في اللجان الانتخابية من الصباح للمساء، وليس لدي أي سلطة أخلاقية حتى أقول أن معدل الحضور كان كبير أو قليل، ولكن أنا رأيت الكثير من المواطنين يشاركون على كل حال، وهذا شجعني على أي حال، لأنني رأيت كل أطياف المواطنون حتى المعاقون وكبار السن جاءوا لإدلاء بأصواتهم، وهذا فعلا كان مشجع. من الناحية الفنية، هل وجدت اتباع الإجراءات المعلنة والمتعارف عليها دوليا في إجراء استفتاء في جو من الشفافية والنزاهة؟ نعم، تم اتباع القواعد والأعراف الدولية، ونحن لاحظنا في كل مكان أن كل الشروط والمعايير تم الالتزام بها. لأن على سبيل المثال مصر وضعت رقما قياسي في تقييم التصويت من قبل المعاقين، فالآن أصحاب الإعاقة البصرية الآن يمكنهم أن يصوتوا، وهذا لم أرى في أي مكان آخر، وهذا فعلا تميز مصري في هذه العملية. وحينما ترى الصداقة والود بين قوات الشرطة وقوات الأمن والمواطنين، فهذا شيء أيضا يشعرك بسعادة.
فالناس في بعض البلدان تهرب من الجهات الأمنية وتخاف منها، ولكن حينما تأتي إلى مصر فأنت ترى أن قوات الأمن تساعد أصحاب الإعاقة البصرية والعجائز في عملية التصويت، وهذا شيء متميز وفريد في مصر. وأيضا حينما وجدنا أي مشكلة، لكن بعض القضايا الأخرى السياسية لا أستطيع أن أعلق عليها. شكرا لك. شكرا. كونستانسيا من بولندا، وقبل ما نبدأ الحوار قالت لي إنها أول مرة تزور مصر، فبقول لها إيه انطباعك عن مصر، فكانت يعني بتتكلم كلام حلو قوي وإيجابي قوي، لا سيما إنها جربت الأكل المصري اللي عجبها جدا، وبتقول لي انها عجبها جدا الكشري والفلافل، مش كده كونستانسي؟ Yes, that's true. نعم هذا صحيح. انا احب الطعام المصري بشده، وفعلا الناس ايضا ودودون في مصر، ودائما يسالوني عن رايي في الطعام المصري، وانا لم اتوقع هذا الطعم اللذيذ والطعم المختلف عن طعامنا في بولندا، ولكن فعلا أنا استمتعت بالطعام المصري وتجربة. بعيدا عن الطعام المصري، ماذا عن تجربة المراقبة ومتابعة عملية الاستفتاء، التصويت في عملية الاستفتاء، ما أهم ملاحظاتك؟ أنا أتذكر صديقتي حينما جاءت هنا إلى مصر وهو عذرا قال أن كل شيء تم اتباع الإجراءات فيه، وأنا أعتقد أن بعد تجربة هذه يمكن أن أكرر ما قالوا، أن كل الإجراءات تم اتباعها والالتزام بكافة قوانين و وأيضا أماكن التصويت راعت الخيوط الخصوصية، والناس كانت تلتزم بالأدوار، وكما قال السيد هنري الناس أصحاب الإعاقة البصرية والعجائز تمت مساعدتهم من قبل قوات الأمن، وهذا فعلا كان مبهج أن تراه، والقوات الأمن دائما كانت مستعدة للمساعدة، وأيضا القضاة دائما مستعدون لتقديم أي معلومات نحتاجها والإجابة عن كل أسئلتنا. لذا المنظومة بأسرها ورمتها أبهرتنا وأسعدتنا. شكرا. سيومي آلن، دعيني أسألك أهم الملاحظات اللي خرجت بها خلال يومين من المتابعة، والسؤال التقليدي، أول مرة تحضري إلى مصر؟ Yes, thank you very نعم. much for شكرا جزيلا على هذا السؤال. نعم هذه أول مرة لي هنا في مصر، لذا أنا متحمسة لوجودي هنا، وأنا جئت لمتابعة العملية الاستفتائية، ولكنها ليست أول مرة أتابع انتخابات، فحضرت أنا انتخاب آخر مرتين انتخابيتين في أوغندا، وأعتقد أن الحكومة المصرية فعلا وفرت الشفافية والنزاهة والمشاركة للجميع، لأن كل الأماكن التي زرناها، أنا ذهبت إلى محافظة سوهاج في نعم بلدي أنا نعم، ومعدلات المشاركة كانت مبهرة في المناطق الريفية، فالناس حتى كانت مشغولة في حقولها، ولكن مع ذلك تمكن المواطنون للقدوم للإدلاء بأصواتهم، وكان هناك أيضا تعليمات وإرشادات في كل مكان إرشاد المواطنين لعملية الإدلاء بأصواتهم، لذا الأمر كان واضح وسهل للمواطنين لعملية الإدلاء بالتصويت. وحينما ذهبنا إلى سوهاج نحن استضفنا المحافظ، وبنفسه تجول معنا في اللجان حتى يسهل علينا عملية المتابعة. إذن هل توقعاتك قبل حضورك إلى مصر كانت أن تجدي هذه الصورة البراقة التي تتحدثين عنها، تنظيم وإرشادات وحضور في المناطق الريفية، هل كانت سوهاج. هذه توقعاتك خاصة في سوهاج بلدة زميلي؟ هل يمكن أن تكرر السؤال؟ هل كانت توقعاتك قبل مجيئك وحضورك إلى مصر هي نفس ما شاهدتيه بنفسك في تجولك في المحافظات المصرية وقولك بأن هناك كثافة وإرشادات ووضوح؟
I think I came with an open mind. أعتقد أنني كنت منفتحة العقل حينما جئت إلى هنا، لأنني أعلم أن عملية الاستفتاء عملية مكثفة، وأحيانا ينتهك الناس، ولكن فعلا مصر أبهرتني لأن الأمر كان سلس وبسيط ووفر شفافية ونزاهة ومشاركة كبيرة. لذا كما قال هنري، هذا هو المكان الوحيد الذي جئت إليه ورأيت الود والمودة بين قوات الأمن والمواطنون. في العادة يخشى المواطنين من قوات الأمن، ولكن الناس لا تقلق هنا من قوات الأمن وتتعامل معها بود، وهذا فعلا أسعدني وأبهرني. لذا أنا سعيدة بهذا. شكرا شكرا شكرا. الآن جاء الدور على الأستاذ ديديوني. أنت أيضا، هل هي أول زيارة لك في مصر؟ أول مرة تراقب عملية انتخابية في مصر؟ ما هي المناطق الجغرافية التي تجولت فيها وما هي ملاحظاتك؟ Thank you so much for شكرا جزيلا على هذا السؤال الرائع. إن انطباعي الأول على هذا الاستفتاء هو أنه استفتاء ملتزم بالمعايير والإرشادات، فكما قالته زميلتي إن كل شيء كان على ما يرام. فإذا فالشعب المصري أيضا كان مضياف ومرحب بنا وودود، وأنا لاحظت أيضا عذرا أنا لم أتوقع ما رأيت من التميز. And I'm glad that even the deserving people are سعيد جدا أن حتى أصحاب الإعاقة البصرية استطاعوا التصويت. وأعتقد أن هذه خطوة للأمام، حتى لا نترك أحدا ونحرمه من حق التصويت. ما هي المناطق التي تجولت فيها؟ هنا في القاهرة ولا في محافظات أخرى؟ أنا كنت في محافظات أخرى غير القاهرة، ولكن لا أتذكر أسماء المحافظات. سامحني على ذلك. مستر جورج، مرة أخرى طلعنا وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية ومن تركيا، وهجوم حاد على الاستفتاء، وبأن هناك افتقاد للمعايير، وأن هناك حالة من حالات ربما الضغط على الجماهير. هل رأيت مثل هذه الأمور، أو بماذا ترد على هؤلاء؟ هذا سؤال صعب. فهذا سؤال سياسي بعض الشيء. لذا سأقول لك، ليس هدفنا هنا التعليقات السياسية، هدفنا هنا هو المتابعة فقط وتقديم تقرير. ولكنني أعتقد دورنا كملاحظون دوليون، أعتقد أن علينا أن نقول للعالم كله أن هناك أشياء جدية تحدث هنا ولا توجد عيوب، وإذا وجدنا عيوب سنقولها أو انتهاكات سنذكرها، وهذا كل ما لدينا. أظن أن خير رد على سؤالي هو التقرير، أو ما تم حتى الآن ملاحظته بأن الأمور تسير كما قال كل الزملاء، بتسير وفق الآلية المتعارف عليها دوليا خاصة في أوروبا مثلا، بأنه الاستفتاء بيتم وفق النظام الفني المتعارف عليه دوليا. نعم بالضبط بالضبط. نعم، وهذا سبب وجودنا هنا.
فإذا كان هناك أي ملاحظات سنكتبها في التقرير وفي التقرير النهائي بعد انتهاء البعثة. نعم أستاذ رياض، حضرتك قلت لي أنه مش أول مرة يعني تراقب انتخابات أو استفتاءات في مصر، وحضرتك رئيس البعثة الدولية لمراقبة الاستفتاء. التقارير اللي أنتم بتكتبوها لمن ترفع؟ نعم بدي جاوب قبل التقرير. تفضل. نحن كمتابعين دوليين المفترض أن الجميع يعرف أن نحن عملنا حيادي بامتياز، نعمل بموضوعية وبشفافية، فالملاحظات اللي ممكن نشوفها نحن مش نحن بنصنعها، عم يشوفها كل الرأي العام على التلفزيون، فالرد الطبيعي على كل الناس هو اللي عم يشاهدوه على التلفزيون، وأمور أخرى سنذكرها بالتقرير نحن أو غيرنا، يعني لأنه اليوم أنت عارف أنه كل مواطن هو متابع لأنه عنده وسيلته الإعلامية وبيصور وبيبعث، فالناس عم تطلع على كل الأمور، ما في شيء مخبى. صحيح؟ صحيح. وأيضا هناك أمور يعني مهمة حصلت بتطور العمليات الانتخابية، هو بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات، وهذه ضمانة إلى حد كبير أنه يكون هناك هيئة مستقلة تتابع العمليات الانتخابية والاستفتاءات منذ البداية وحتى اليوم. أيضا نحن لما بدنا نتابع بدنا نتابع مدى مطابقة الانتخابات للمعايير الدولية. شو هي المعايير الدولية؟ المعايير الدولية هي التي جاءت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، اللي بتحدث عن أنه إرادة الناس أنه سلطة الحكم هي يعني ترجع للشعب، أو أنه الشعب هو مصدر سلطة الحكم، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات حرة نزيهة دورية تجرى بشكل دوري وتتوفر الحياة التام وسرية الاقتراع. إذا كانت متوفرة الحياة السلطة وإذا تتوفر الإدارة المستقلة للانتخابات وسرية الاقتراع، فإذن الانتخابات يعني بتحصل وفق المعايير الدولية. أيضا المفترض أن تتوفر بعض الحقوق الأخرى كحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وحرية الإعلان والكتابة، هذه الأمور إلى حد كبير هي متوفرة. أيضا نحن كمتابعين دوليين مش مطلوب منا انه نتابع كل اللجان اللي عم تحصل اللي عم تتم فيها الانتخابات على كل الاراضي المصريه. انتم متوزعين في كم محافظه؟ نحن 14 محافظه، ولكن هناك دور اساسي للمجتمع المدني المصري المطلوب منه هو انه يلعب دور بالمتابعه المحليه، لانه المتابعه الوطنيه مساله بغايه الاهميه، لانه هو اقرب للشارع واقرب للمواطنين، وبيعرف طبيعه الناس وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وبيعرف القوى السياسيه اللي عم تصير. كيف رايت هذه المشاركه من المجتمع المدني المصري؟ الحقيقه المشاركه واضح انه ضعيفه، ومشاركه المجتمع المدني المصري ضعيفه، ولذلك انا ادعو المجتمع المدني المصري لمزيد من المشاركه، وادعو الحكومه الى اشراك المجتمع المدني، لانه حيث لا يوجد مجتمع مدني علينا ان نوجده، لانه المجتمع المدني هو صمام امان. الدول بالعالم اليوم تقوم على عناصر ثلاثه اللي هي الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدني. لازم نوجد مجتمع مدني حقيقي، ولذلك المفترض انه هناك يعني مقترح قانون للمجتمع المدني بمصر، والمفترض انه القانون يعني يرعى عمل المنظمات المجتمع المدني الاهلي اللي هي نبض الشارع. صحيح. وبالتالي بس اخر شيء التقرير، هذه التقرير تبعنا طبعا رح توصل للراي العام، الهدف من التقرير المشاهدات تبعنا انها توصل للراي العام، ورح نعلنها بوسائل الإعلام، وطبعا رح توصل للجهات المعنية منها الهيئة الوطنية وغير من الجهات الهيئة الوطنية هنا للانتخابات عن الاستفتاء وعن الانتخابات طبعا. يعني صحيح. في مصر بتقدموها لمصر؟ طبعا بمصر، نحن لما وين ما تحصل الانتخابات الهدف منا ان تعمل تقرير. ليش بنعمل تقرير؟ ما نحن ليش بنتابع لتصحيح المسار، لانه محل ما في امور سلبيات لازم نقول هون لازم نشتغل، لازم نصحح المسار من اجل تطوير اداره العمليه الانتخابيه وتسهيل عمليه اشراك الناس. المهم انه نعرف بمجرد ما انه في حكومه من الحكومات تاخذ خيار انها ترجع لراي الناس، هذا شيء مهم. بمجرد ما انه عم تشرك الناس باليه اخذ القرار، بدكم نعدل ولا ما بدكم نعدل، هذا شيء مهم. على الناس انهم ينزلوا يشاركوا ويعبروا عن رايهم بغض النظر كيف راح يصوت، المهم ما يتخلى عن هذا الحق. طيب سيد هنري، مره اخرى اعود اليك،
ماذا وجدت في الاستفتاء المصري او هذه العمليه الانتخابيه او التصويتيه يميز مصر عن غيرها من الدول؟ يعني انت ذكرت نقطتين، نقطه الشرطه ورجال البوليس بانهم في حاله وئام مع الشعب، والنقطه الاخرى بانه اصحاب الاحتياجات الخاصه لهم مكان، حتى اصحاب يعني الاعاقه البصريه بيمكنهم من الاداء بصوتهم. ما هي المميزات الاخرى او ما لفت نظرك في العمليه التصويتيه بيميز مصر عن باقي الدول التي زرتها؟ Thank you very much. The difference between Egypt and الفارق بين مصر والبلدان الاخرى هو فارق كبير. Egypt people believe إن الشعب المصري يؤمن أن الجيش والشرطة هو جزء وداعم لهم وجزء منهم، والجيش والشرطة يؤمنون أن مسؤولياتهم هي أن يعتنوا بالمواطن المصري ويحموه. وفي بعض البلدان هذا منقوص، لأن بعض البلدان يوجد بها الشرطة والجيش الذي يخلق فارق ومسافة وفجوة بينه وبين المواطن. ولذلك في بعض البلدان يهرب البعض من الشرطة والجهات الأمنية، والبعض يعتقد أن الشرطة والجهات الأمنية عدو لهم ولا تقدم الأمن. ولكن في مصر الإطار الأمني متميز جدا، لذلك أنت ترى الجيش يساعد أصحاب التحديات البصرية، لأن الجيش والشرطة يعتقد أن هذه مسؤولياته. وأيضا الثقافة المصرية تحترم العجائز، لذا إذا ما زادت كل ذلك مع رغبة السياسية لدى الحكومة لإعطاء الفرصة للمواطنين، ستجد أنهم لن يتركوا أحد ويحرموا من تصويته. فالإدارة الحالية لا تريد أن تغفل ولا تترك مواطن لا يصوت، وعلى كل مواطن أن يصوت، ولا نجد هذا في بعض البلدان الأخرى. ولكن أنا أرى أن الحكومة تحاول جاهدة حتى تجعل الجميع يصوت ويدلو ويستوفي حقه الانتخابي. شكرا. كونستانسيا، هل وجدت صعوبات يعني تعيق عملك كمراقبة للاستفتاء أو كمتابعة للاستفتاء؟ ممكن أن تكرر السؤال؟ هل وجدت أي صعوبات في مجال متابعة الاستفتاء؟ صدقا لا، كل شيء كان يسير في جو ودي، فالجميع كان يساعدنا ويساعد الآخرين، والشعب المصري ودود ومسالم، والناس كانت تأتي وتقف في أدوارها، ولم نرى أي مظاهرات ولا أي إعاقات، ولم نرى أي إصابات ولا أي مخاوف حتى لدى المواطنين للتصويت. يعني تابعتي الاستفتاء في كم لجنة أو في كم محافظة على مدى يومين؟ تقريبا 20 لجنة انتخابية. 20 لجنة انتخابية في القاهرة وخارج القاهرة. نعم. نعم. جميل جدا. إذن مرة أخرى يعني أعلم أنه هذا السؤال خارج الإطار الفني لعملكم كمراقبين، لكن بالتأكيد بتتابعي وسائل الإعلام الأجنبية، وسائل الإعلام التي تتحدث عن سير العملية الانتخابية في مصر، وبأنها يعني قيل أكثر من مرة بأنها عملية مشوهة وعملية بها كثير من الخروقات، وبأنها هناك عدم نزاهة. بالتأكيد يعني وصل إلى مسامعك ماذا يقال عن عملية الاستفتاء؟ يعني لا أريد رد منك على هؤلاء، وإنما أريد يعني توضيح ما رأيتي بنفسك خلال وجودك في مصر.
فيما يخص ذلك الأمر، أنا لم أرى أي إعاقات بشأن الاستفتاء، ولكنني أعتقد أن كل ديمقراطية يجب أن تحث المواطنين على التصويت. لذا أنا أعتقد أن هذه العملية فعلا كان هناك حاجة إليها لتمكين المواطنين حتى يبدوا بأصواتهم ويعبروا عن آرائهم بشأن الاستفتاء وبشأن التعديلات. وأنا لاحظت في بلدان أخرى وفي بلدي الاستفتاءات هذه تحدث في البرلمان وليس في الاستفتاءات العامة، لذا لا يعطى المواطن الحق للتعبير عن رأيه. وأعتقد أن هذا شيء مختلف هنا، أن الحكومة أو الدولة أعطت المواطن الحق للتصويت وسمعت لرأيه وصوته، وأعتقد أن هذا يمكن أن يحدث من خلال الإرادة السياسية. لذا أعتقد أن مصر تبلي بلاء حسن في المسار الديمقراطي، لأنهم الآن الدولة تستمع أصوات الناخبين. جميل. شكرا. جميل. طيب ديدوني، أنت من دولة رواندا وهي دولة صديقة، ويعني لدينا علاقات قوية جدا بين مصر ورواندا. بعيدا عن المهمة التي أنت أتيت من أجلها إلى مصر، هل هناك شيء يعني أعجبك في عملية الاستفتاء أو أعجبك بشكل عام في مصر وتريد أن أو تأمل أن يطبق في رواندا؟ That is a very very hard question. هذا سؤال صعب جدا. me I believe in this democracy. أنا أعتقد وأؤمن أن هذه الديمقراطية تعتبر حدث هام. وأعتقد أنها مؤشر على التقدم. لذا إذا سألتني عن شيء أود أن أخذه من مصر إلى بلدي، فسأقول لك أن مصر لها ما يميزها وبلدي لها ما يميزها، لذا يصعب علي الإجابة على هذا السؤال. أنا أتفهم ذلك، لأنه يعني بعض الأصدقاء زاروا كيغالي وزاروا رواندا وهناك أشياء جميلة عندكم، أنا أرغب أنها تكون هنا في مصر يعني. صعب. صعب. أذهب لمستر هنري. مستر جورج، هل التناول الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي جزء من عملكم أو مراقبتكم في العملية الاستفتائية وعملية الانتخاب؟ يعني هل التناول الإعلامي المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي جزء من مراقبتكم لمسار العملية التصويتية وتحقيق القدر المطلوب من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص؟ يجب أن أتحدث اللغة العربية بطلاقة حتى أفهم الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، وللأسف أنا لا أتحدث العربية بطلاقة. وحتى إذا كانت لدي حتى أنا يوجد لدي حتى حساب على الفيسبوك، حتى أتابع. هذا سبب نجاحك. That's why you are successful. مستر جورج، كيف رأيت المجتمع المصري بشكل عام بعيدا عن المهمة الفنية، كيف رأيت المجتمع المصري خلال هذه الزيارة؟ أنا أشعر بقرب للشعب المصري وأشعر بألفة هنا. فجدتي كانت من الإسكندرية. الإسكندرية. لذا أنا أشعر بحفاوة وكرم الضيافة في مصر. فكلما ذهبنا إلى لجان الاقتراع أشعر بحفاوة المصريين وكرمهم.
واحيانا تكون الامر صعبا علي لاني في العاده لا from people that are I'm not able I don't have to be to do that but انا فمثلا بشكل مهني لا يتوجب علي ان اخذ القهوه او الشاي او الماء من المواطنين ولكن الناس كرما منهم دائما يعرضون علينا المشروبات ونحن نضطر لشربها مره بعد مره. هل زرت الاسكندريه؟ لا لازم لا كانت أول زيارة لي للقاهرة. لازم تزور الإسكندرية يعني بلد الجدة. أنا كنت أتابع الانتخابات في الإسكندرية. تمام. نعم. Yes, I wanted to know more than the. ولكني أردت أن أزور الإسكندرية خارج اللجنة الانتخابية. طيب. يعني أستاذ رياض عيسى يعني مهمتكم تنتهي بغلق الأبواب اللجان الانتخابية غدا ولا في يعني إجراءات أخرى؟ الحقيقة هو نحن لما بنتابع الانتخابات أو الاستفتاءات في أي دولة بالعالم يعني في هناك ثلاث مراحل بنتابعها، مرحلة التحضير ومرحلة دعوة الناخبين وتوزيع اللجان والدعاية الانتخابية، مرحلة الاستفتاء اللي عم تحصل حاليا، ومرحلة ما بعد الاستفتاء اللي هي إعلان النتائج وردود الأفعال وغيره. طبعا التقارير ردا على السؤال اللي سؤال قبل شوي، نحن عم نتابع ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه الحقيقة في كل الآراء بتكون موجودة ويمكن مش كتير أحيانا بتشوفها يعني على وسائل الإعلام، بس بوسائل التواصل الاجتماعي مثل ما قلت قبل شوي أنه كل شخص أو كل طيار أو كل فئة عندها وسائلها ونحن ما فينا نغفل هذا الأمر. التقارير تبعنا هي بعد كل العملية الانتخابية بعد كل يوم عم نعمل تقارير خلال العملية الانتخابية وبعد بالمساء لما تقفل اللجان، وفي بعد ثلاثة أيام رح نعمل تقرير نهائي مؤتمر صحفي نهار الأربعاء الساعة 10 صباحا، وأيضا بعد اسبوعين لما تكتمل كل المعطيات اللي بين ايدينا راح يصير في التقرير النهائي الشامل اللي بيتضمن كل المعطيات. طبعا احنا لما بنجمع معلومات مش كل معلومه بتوصلنا بننشرها ونوضعها بالتقرير لانه لازم تكون موثقه بصور وبفيديوهات لنوثق نكون مهنيين اكثر وموضوعيين اكثر فكله بيتوثق. فتقارير طبعا مثل ما قلت الهدف منها هو إيجابي، الهدف هو تحسين العمليات الانتخابية والعمليات الديمقراطية على مستوى العالم، إشراك الناس بالعملية الإصلاح وإطلاع الرأي العام على شو اللي عم يحصل. هاي الهدف من التقارير، ولا لازم الناس ينظروا للرقابة الدولية على أنه كمان هذا شيء إيجابي لأنه في البعض بيعتبر أنه هذا تدخل بشؤون الدولية. بالعكس لازم الدول تكون منفتحة على هذه المسألة، بكل دول العالم كل الناس فيها تروح تراقب لأنه اليوم نحن بموضوع الشفافية وحق الوصول للمعلومات وموضوع النزاهة، فالمفترض ما يكون عندنا شيء نخبيه. اصبح شيء بديهي. اشياء بديهيه طبعا. اشياء بديهي. نعم. فالمتابعه الدوليه شيء ايجابي، لازم الناس تفرح، ما لازم تعتبر انه هذا شيء سلبي. ويعني الحكومه المصريه عندنا يعني طبعا سهلت حقيقه، تشكر الهيئه الوطنيه لانه سهلت كل العمليه لانه كان في يومين بين ما حددوا الموعد وبين ما نحن عرفنا وسجلنا وجتنا الدعوه، فكان وقت كثير قصير وسهلوا لنا كل العمليه. طيب انا اخر سؤال عشان الوقت الهنري، عايز استطلع رايك حول مشاركه ما رايته حول مشاركه الشباب والمراه في مصر، كيف كانت الصوره؟ I think Egypt has come. اعتقد ان مصر قادمه. When you go to a polling station, لانك حينما تذهب الى لجنه انتخابيه أنت ترى أن المرأة مشاركة بشكل كبير وفعل في العملية. في كل مكان تجد المرأة تشارك. النساء فعلا فعلا. والنساء هم أمهات في المقام الأول، لذا يعطون جو وروح من الرعاية لهذه العملية. ف
فكل لجنة رأيت فيها الكثير من النساء والشباب أيضا شاركوا لأنهم يعلمون أنهم مستقبل هذا البلد وهم قادة المستقبل. وحينما يشارك الشباب بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار في بلدهم فأنت تعلم أن هذا البلد على المسار الصحيح، على عكس بعض البلدان الذي لا يشارك فيها الشباب والشباب يتجاهلون ويغفلون. وفي المستقبل ما يمكن أن نفعله هو تشجيع الشباب من خلال التواصل الاجتماعي، فإن الشباب أكثر تواصل عن طريق التواصل الاجتماعي، لذا التواصل الاجتماعي سيكون المستقبل وحلقة الوصل بيننا وبين الشباب. شكرا شكرا. لذا أقول حاجة أنا كعربي ربيت على فكرة على أنه مصر أم الدنيا، وربينا على فكرة مصر الحضارة والتراث، وربينا على فكرة على أنه مصر هي صمام الأمان العروبي، وهي يعني مسلط وصل ما بين أفريقيا وآسيا، وبالتالي كلنا نراهن على قيامة مصر، وكلنا نراهن على قيامة الدولة. ومثل ما كنت عم أقول الدولة بتقوم بكل أبنائها، فنحن نتمنى لكل أبناء مصر أنه ينهضوا بمصر لا يعني تحيا مصر. شكرا شكرا, شكرا جزيلا. احنا سعداء جدا بوجودكم معنا، وكنا نتمنى أنه يعني الوقت يكون أطول لكي يطول النقاش ويطول الحوار، لكن للأسف وقتنا انتهى. لكن أنا سعيد بشكل شخصي أنه حضراتكم موجودين هنا وأنتم ممثلين لدول شقيقة وصديقة، لبنان، أوغندا، اليونان، بولندا، رواندا، يعني سعداء جدا بهذا التجمع. صحيح. نشر صحيح. رياض شكرا. شكرا. هنري شكرا. جورج شكرا. ديدوني شكرا. إيلين شكرا جزيلا. كونستانسيا شكرا جدا. شكرا شكرا شكرا, شكرا جزيلا. بكده ننتهي المشهد النهارده، لكن هنرجع لحضراتكم بكره لمتابعه اليوم الثالث والاخير في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه. يمكن في هذه الفقره انا ونشأت قدرنا ان احنا ننقل لكم صوت العالم ورؤيه العالم، كيف يرى العالم، كيف يرى المتابعون الدوليون والمراقبون الدوليون العمليه، عملية الاستفتاء وعملية التصويت على التعديلات الدستورية. وزي ما حضراتكم شفتم يعني تقييمات إيجابية جدا من قبل السادة المتابعين اللي قدموا من دول مختلفة. هنواصل مع حضراتكم بكرة إن شاء الله. وأخذ أختم بكلمة هنري لما قال مصر قادمة. مصر قادمة. مصر قادمة. دمتم في أمان الله، غدا نلتقي.